تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي على الشاده اف ام، برنامج البطوله المعد ديالكم اليومي من 2 حتى الجمعه، من 1 حتى 3. تحيه لكل الاصدقاء وكل المتتبعين، ارافقكم اليوم وفي القياده اميمه. بطبيعه الحال حلقه اليوم فاتح ديسمبر، حلقه الجمعه، كاين الجزء الاول اللي كندوزوا معكم بشكل مباشر، بعدها فالوقت ديال الصالات كتبقاو نتوما مواصلين مع برنامج البطوله مستمعي الكرام، ثم كنتلاقاو على الساعه الثانيه في المباشر مره اخرى. حلقه اليوم فيها واحد المجموعه ديال المواضيع، وبطبيعه الحال الموضوع اللي كنا تكلمنا فيه البارح وكنا اخر شيء كنا ختمناه لا مع فخر الدين لا مع ايمان، وهو تاسيس لاسيا، لافريكان كلوب، الرابطة الإفريقية للأندية. تعرفنا على مجموعة ديال الملامح ديالها، تعرفنا على واحد المجموعة ديال الأهداف اللي عنوا عليها الناس المؤسسين، وحنا غير من باب الخبر طبيعة الحال نفترض حسن النية، كنتمنى التوفيق لكل هاد النوايا وكل هاد المبادرات. فهاد الرابطة ديال الأندية الإفريقية هي جات كيف صرحوا الناس المؤسسين ديالها لحماية مصالح الأندية وللعمل على تطوير الأندية الإفريقية، هادشي اللي كنتمناو. الحديث كذلك اليوم على الوداد ونهضة بركان في الجولة الثانية ديال تشامبيونز ليغ، وكذلك منافسات كأس الكاف. الوداد بعد السقطة الأولى أمام جالاكسي البوتسواني في مدينة مراكش الأسبوع الماضي، هذا الأسبوع هو على موعد مع الجولة الثانية في لقاء ما عرفتش واش نوصفه باللقاء الصعب أو باللقاء اللي خاص فريق الوداد يتجاوز به هاد الهزائم المتتالية مؤخرا، لقاء بملعب فيليكس هوفيت بوني في أبيجان أمام أسيك ميموزا الإيفواري. أما بالنسبة لفريق نهضة بركان، فمن بعد ما فاز في الجولة الأولى على سيخوخون من جنوب إفريقيا بمدينة بركان 2-0، هو على موعد مع الجولة الثانية يوم الأحد في المجموعة ديالو، ونم مباراة مع فريق ستاد مالي اللي حقق كذلك الانتصار في المباراة الأولى. الحديث كذلك مستمعينا الكرام في هذه الحلقة على احنا غنوصلوا كيف هي العدد ديالنا، الحديث على الفئات الصغرى واخر حاصله في هذه ليدات فيفا مؤخرا. عرفنا بانه المنتخب الوطني المغربي لاقل من 17 سنه وصل دور الربع النهائي ديال كاس العالم ورجع في امان الله الى المغرب، تم الاستقبال ديالو الى غير ذلك. ثم الحديث هي على ما بعد منافسات كاس العالم وما بعد هذا الانجاز، وشنو ممكن المسؤولين انهم يفكروا فيه في سبيل إنجاح المسار ديال هاد الفئة. فإن شاء الله في الجزء الثاني من البرنامج انطلاقا إن شاء الله من الساعة 21 دقيقة، غادي نكونوا سعداء باستضافة الإطار الوطني سي حسن مومن لمسار كبير على مستوى الإدارة التقنية الوطنية، صحبة الحاج عبد الرحمن السليماني، صحبة السي بوعبيد، رشيد الطاوسي، سي شاكور، وعدد من الأطر التقنية الوطنية اللي ساهمت في إنجاح المسار ديال واحد المجموعة من الأجيال. فغادي تكون واحد المجموعة من الأسئلة ونشوف وجهة نظر ديال السي حسن مومن حول هذه الفئة هذه، واشنو ممكن يدار. الحديث ما فقط ماشي غير على الفئة ديال الأقل من 17 سنة، حتى على المنتخب ديال الأقل من 20 سنة، اللي الجانب الإيجابي أنه رغم الإقصاء ديالو فهو كيواصل المعسكرات ديالو، كيواصل المباريات ديالو، ولكن الجانب اللي من حقنا نتسألوا عليه هو ما الهدف من هذه الفئة؟ يعني علاش كتحضر، علاش كتلعب مباريات؟ واش لتحضير اللاعبين للمنتخب الأولمبي؟ كنظن أن الوقت جد متأخر، شحال غادي ممكن تعطي هذه الفئة للمنتخب الأولمبي؟ أما غير هذا واش هذه الفئة ممكن تعطي لاعبين من مواليد 2007 2008 اللي غيكونوا أقل من 19 سنة في الكان المقبلة؟ إلا كان غير هذا فهو ضياع للوقت وضياع للمال. غادي نناقشوا الموضوع إضافة طبيعة الحال للمنتخب الأولمبي اللي كيحضر لمنافسات كأس أو منافسات دورة كرة القدم بالألعاب الأولمبية. تبعنا المباريات الإعدادية ديالو وكل واحد والطريقة باش كان دار التقييم ديال المباريات والتقييم ديال الحصيلة. هناك من يقول من بينهم المدرب سي عصام الشرعي، هناك من يقول بان مزيان اننا ناخذ هذه العثارات دابا وكناخذ درس، ولكن من وجهه نظر اخرى كتقول لك شحال قد كتبقى تاخذ في الدروس، انت خصك تحضر، خصك المجموعه الكامله تكون معاك، خصك توصل اون فورم للمنافسات ديال الالعاب الاولمبيه، ماشي غتبقى تاخذ دروس. يعني الا استمريتي كتاخذ دروس حتى ملي غدار القرعه وغادي طيح في واحد المجموعه في الالعاب الاولمبيه غتبقى ديما تاخذ الدروس وغتسالي الالعاب الاولمبيه، وغنقولوا نتمنى المشاركه تكون درس.
ولهذا ف باش باش يعني نكونوا منطقيين، الجمهور المغربي ينتظر من هذا المنتخب وجه مشرف في الالعاب الاولمبيه اللي هي ميني مونديال يعني بمثابه كاس عالم مصغره، كيتسنى وجه مشرف على اعتبار انه بطل القاره، وهذا الوجه المشرف طبيعه الحال هو الفريق يكون مزيان والنتيجه الكرويه انذاك فتاتي من بعد ان شاء الله. فهذه المواضيع باختصار مستمعي الكرام اللي غادي نناقشوها بالاضافه للزاويه ديالكم اليوميه والمعتاده على الرقم 0522 36 05 36. مرحبا بكل الاراء ومرحبا بالجميع، انطلاقا ان شاء الله من الساعه 22 دقيقه، بمعنى من بعد الفاصل ديال الساعه 2:15. تحيه للسي سليم البوصيري، جمعه مباركه ان شاء الله الجميع، تحيه لك السي سليم. حميد العقوبي قال لي السي منير الجامعه تلغي المعسكر التدريبي للمنتخب المغربي المقرر بغينيا، وذلك بسبب ما عنديش اخويا شي اخبار وثق بيا انه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم الا كانت غدير شي معسكر في شي بلد لا يهمها شي حاجه اخرى، الا كان غي يعني باش نكونوا واضحين، هي مساله لوجيستيك، مساله اختيارات، وبالتنسيق مع الطاقم التقني شنو هي البلاصه اللي غتكون انسب حتى من ناحيه الجو حتى من ناحيه المناخ، واش اللاعبين غتقدر تكون عندهم لادابتاسيون، يعني ما عندهاش علاقه بشي حاجه اخرى. سي جواد الخضر، جمعه مباركه، تحيه لك. سي فؤاد دوسلدورف، تبارك الله عليك، تحيه خويا منير وتحياتي خويا فخر الدين وتحياتي للاخت ايمان من دوسلدورف، شكرا لك سي جواد. سي بي اس جي، بي اس جي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه لك بي اس جي، هذا نوع ديال شي دواء ولا شي حاجه. جمعه مباركه السي حميد. سي ايوب، لا فيرميتور دو ستاد دونور كازابلانكا، ستاد محمد 5 كازابلانكا pourrait avoir un impact négatif sur le football marocain en Afrique, notamment en raison du risque de voir le Maroc disparaître du podium continental. الله يا ودي علاش كبرتيها، ايوا نقولوا حتى لا فيرميتور ولا ديال كومبلكس سبورتيف مولاي عبد الله حتى هي راه ساهمات في عندها ان امباكت نيجاتيف سور لو فوتبول ماروكان، حيت هي اللي تسبت في ليليميناسيون ديال لي فار مثلا. لا ماشي لهذ الدرجه، ونزيدك في سنوات وسنوات راه الوداد والرجاء كانوا كيتوجوا افريقيا وكانوا كيمشيو في مسار بعيد، وكان مركب محمد الخامس مقفل سنه 99 الرجاء فاش كان بطل ديال الشامبيونز ليغ، راه تلعبات تقريبا لا كومبان افريكان كلها في البرجيكو. الوداد كذلك وصل هذاك العام لا فينال ديال لا كوب د لا كاف، لعب لي ماتش ديالو في البرجيكو، لعب الماتش الي الماتش روتور ديال لا فينال د لا كاف في العربي الزاولي. انا ما والا فانت كتلخص فقط هذه المساله هذه في انديه الدار البيضاء او في الوداد على وجه الخصوص، لا كاين واحد الجانب انه كاين ضرر كبير عند الوداد والرجاء مركب محمد الخامس، ولكن ما نسقطوش على لو فوتبول ماروكان. يمكن هادشي اللي قلت سي ايوب يمكن لا فيرميتور ديال دي تيران اخرين، يمكن ملي غادي تسد الملعب ديال مراكش، يمكن ملي الناس ديال الملعب العبدي بالجديده ما غاديش يبغيو مثلا يستقبلوا الرجاء، يمكن الملعب البلدي ديال القنيطره ملي ما غيبقاش متاح بالنسبه للجيش. هنا نقدر نتفق معاك، ولكن ان امباكت سور لو فوتبول ماروكان لو فوتبول لوكال ماشي اون افريك ما عندها علاقه. الله يحفظك السي ايوب. نبيل سي رشيد بن سالم، تحيه لك اخويا، السلام عليكم استاذ منير، تحياتي لكم من بالتيمور الامريكيه، جمعه طيبه. سي ايوب لا فيرميتور دو ستاد، قرينا الميساج ديالك، شكرا سي ايوب، غير ميساج واحد صافي. بالعيد الفقير من امير مال سابق في مكتب سيدينو الى رئيس جديد لنادي حسنيه اكادير، ايوا احتكاما احتكاما للديمقراطيه. عملي كتكون الامور فيها انتخابات ولائحه وصعود مكتب ثم استقاله ثم جمع عام، فالامور غدا الاشكال هو ما هي الاضافه اللي ممكن مثلا هذا المكتب الجديد ولا هذا الرئيس الجديد سي بلعيد الفقير ان يحلها، طالما انه كان جزءا من منظومه السير السابقه. هذه اسئله اللي غادي تطرح. جمعه مباركه لكم جميعا سي جول ميم، وتحيه للجميع. فمستمعينا الكرام ندير واحد الوقفه، هذا نهايه الجزء الاول المباشر بطبيعه الحال، بعد قليل غادي يكون معنا سي حسن مومن الاطار الوطني في حوار على مسار المنتخبات الوطنيه في هذه ليدات فيفا الاخيره. كيف سبق لي ذكرت، منتخب اقل من 17 سنه، المنتخب ديال اقل من 20، ثم المنتخب الاولمبي. بقيت اوقات ممتعه، نلتقي بعد قليل مستمعينا الكرام. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام، وتحيه لكل المستمعين وكل المتتبعين، وتقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والثواب.
مواصل معكم برنامج البطولة، وكيف تكلمنا قبل الفاصل فالحديث في هذا الجزء على المنتخبات الوطنية والحصيلة الرقمية خلال توقف الفيفا الماضي، وسعداء جدا أن يكون معنا واحد من قدماء الأطر الوطنية المشرفين على الفئات الصغرى ذات زمان. الأمر يتعلق بالإطار الوطني، الحاج حسن مومن. سي حسن مومن، أهلا وسهلا ومرحبا بك على شدا اف ام. أهلا وسهلا سي منير، مرحبا بالمستمع الكريم. طبعا الحال كنرحبوا بك سي حسن مومن. الحديث على المنتخب الوطني قبل 17 سنه اللي اختتم المشاركه ديالو في كاس العالم، الحصيله كانت هي الوصول لدور الربع، ما بين يعني من هو متفائل بهذه الفئه ومن يتحدث عن العمل، شو ممكن لك تقول لنا على هذه الفئه؟ اولا لتذكير هو ان هذه الفئه بالضبط ما عندناش مشاركات كثيره وتجارب كبيره على مستوى البطولات العالم، بحيث نعم. عندنا ثاني مشاركة من بعد 2013، بمعنى على أن كنلقاو مشاكل كبيرة على مستوى الإقصائيات في الإفريقية، وهذا اللي خلانا أننا ما كنضروش، وبالتالي أننا باش نكونوا كنمثلوا إفريقيا أولا في إفريقيا اللي كنعرفوها أولا دائما كانت فيها واحد مجموعة تاع الفروق اللي هي دائما كانت كتشارك وكتفوز البطولات، نيجيريا غانا، وبالتالي فالصراع كيكون صعيب لأن العدد تاع العدد تاع بالنسبة للمنتخبات الخاصة بعدد فرق اللي كتشارك يكون نعم. عدد قليل. إذا باش نتأهلوا كأس العالم ما عندنا تجربة، ما عندناش مشاركات كثيرة ونستطيعوا باش أننا نوصلوا الربع النهائي، وكان بعد ما كنا آخر مرة فيها في 2013 وصلنا للتومن، كيعني على أن كاين واحد التقدم. طبعا كتبقى دائما كيقول الإنسان كان ممكن، إيه كان ممكن، ولكن كرة القدم دائما فيها الهزيمة وفيها انتصار. على مستوى المهم كيفاش أننا أولا استطعنا باش نوصل لهذه المرحلة، فأكيد على كين واحد عمل اللي هو جاد دار على مستوى الجامعة، كين برامج اللي هي فعلا أعطت فرص كثيرة للمدربين باش يتهيئوا. يكفي على أننا نعرفوا مثلا فريق أقل من 20 سنة ما تأهلش الكأس الإفريقية، ورغم ذلك فشفنا مازال كيحصل على واحد مجموعة تاع البرامج تاع التكوين، وما ذاك الفريق ما تحل كما كان كيوقع لسنوات، كلما أخذنا من واحد التدورة ذاك البرامج التهيئي والتكوين ديال ذاك المجموعة كيولي كيتوقف حتى كتوصل لواحد الحادث عاد كنبداو. وبالتالي فالآن كاين واحد العمل اللي هو بنيوي، عمل اللي هو جاد بني تكويني على مدى القصير والمتوسط والبعيد. هذه البطولة كذلك عطتنا فرزتنا على أن تقريبا المنتخب الوحيد اللي فيه 50-50 بين نعم. اللاعبين اللي هما تكونوا داخل البطولة الوطنية واللاعبين اللي هما تم انتدابهم من الفرق الأوروبية، وهذا شيء اللي هو جيد على مستوى التكوين الداخلي، لأن احنا كنعرفوا الآن على مستوى أوروبا فالناس قطعت أشواط كثيرة، وعندنا الحمد لله واحد الجالية اللي هي كثيرة اللي هي بين الفينا كتعطينا لاعبين اللي هما بمستوى كبير، لأنهم كتعطيهم فرص تاع محيط تاع تكوين جيد، إمكانيات جيدة، مكونين جيدين، كذلك بطولات جيدة فيه كتكونوا. احنا نقول الحمد لله الآن بما أنه وصلنا لأبناء 50% من أبناء البطولة الوطنية فهذا هو جيد. النقطة الثالثة كذلك فكين تبين على أن كين واحد عناصر اللي يمكن أنها غادي تشق طريقها قريب إن شاء الله للفرق اللي هي أقل من 20 سنة أو 23 سنة من هنا الألعاب الأولمبية، وهذه كلها جيدة. أضيف إلى هذا فمن الصدف هو أن أكثرية المشاركات أو النتائج اللي حققناها مع أطر اللي هي وطنية، وآخرهم الآن هو سعيد شيبة. سعيد شيبة اللي طبعا ماشي غريب على الميدان، هو إنسان مثقف، إنسان تجربة كبيرة وقروية، إنسان اللي هو تكون مع المدرسين، إنسان اللي هو بيداغوجي، إنسان اللي طبعا كيشق طريقه، مازال عنده مجال في اللي يمكن يتطور حتى هو ذاتيا ويمكن يعطي نتيجه افضل من هو عليه الان. سي حسن مومن، يعني بعد اختتام المشاركه كاين سؤال اللي كيتطرح، وهذا السؤال نابع من تخوف،
يعني صحيح وصلنا لدور الربع، ولكن السؤال ماذا بعد المشاركه في كاس العالم؟ بمعنى لا فان دو سيكل ديال هذا لو اي 17 وراه سالات في كاس العالم اقل من 17 سنه، دونك السؤال ماذا بعد كاس العالم؟ شنو كيبان لك خصو يدار سي حسن مومن؟ اكيد على ان اول قرار كيخصو يتخذ شكون هو اللي غادي يمكن يمشي مع هذه الفئه، وسعيد شيبه اللي غادي يكمل مع هذه المجموعه، واش سعيد شي باغا تعطى شي فئه اخرى اللي هي اقل من 17 سنه اللي هي نقولوا بعقليه وباحاسيس اللي هي خاصه متقلبه، لان الانسان عقل 17 16 كيكون في مراهقه، والتعامل معه كيخص يكون تعامل اللي هو بيداغوجي اللي هو جيد واحتسال على الامكانيات، او ان فعلا هاد اللعابه انهم الان كيحسوا بواحد الاطمئنان وكيحسوا بواحد التعامل جيد مع شيبه يكمل معه باش يمشي يهيئوا المسابقات اللي جايه من بعد، لان اقل من 19 سنه دابا واحد عام غادي يبداو الاحصائيه ديالها. وبالتالي اول شيء هو انه اقرب وقت كيخصو يتخذ قرار على مستوى الاداره التقنيه مع هذه المجموعه شكون اللي غيواكبها، وبالتالي من اليوم كيخصو نكونوا كنساعدوا للاقصائيات المقبله. دونك هذا على جانب المنتخبات وعلى حساب الجامعه كيبقى على مستوى طبعا هذه المجموعه ما غنبقاوش دائما اننا تابعينها، اكيد على ان غادي يظهروا لاعبين اخرين كذلك بعض اللاعبين اللي هما يمشيو في نفس المجال التطور ديالهم. وبالتالي فعلى مستوى اوروبا كان الشيء اللي هو عادي، وان السياسه تاع التنقيب الان غاديه جيده على جميع المستويات، وبالتالي احنا ما كنعرفوا باللي جميع الدول الاوروبيه التكوين ديالها اللي هو فيه استثمار كبير على جميع المستويات، امكانيات ماديه على مستوى المكونين، على مستوى كذلك النوعيه، حتى البطولات اللي كتشكل الان يكفينا ان نشوف مثلا الان عصبه الابطال دائما فرفع الستار كدير بطوله اللي هي تاع الامال. وبالتالي فاحنا على المغرب هو فين كيخصنا نزيدوا اننا نشتغلوا اكثر، ما نخليوش يلا واحد اربعه ولا خمسه فرق هي اللي الان نعم كتدعم المنتخبات الوطنيه وهي اللي مستمره جيدا في هذه الفئات. وطبعا ملي كتلقى مثلا على مستوى الحراسه الان عندنا بونو بمستوى اللي هو كبير عالمي، كتلقى حارس الان اقل من 17 سنه اللي هو كذلك طه بن غوزيل اللي هو كتكون نعم. اكاديميه محمد السادس، بمعنى على الاقل على مستوى الان على مستوى الحراسه كيخصنا نزيدوا ندعموا التكوين ديالنا، لان الحمد لله على ان مؤطرين اللي عندنا جيدين هما كيمكن لهم يفرزوا لنا حراس بهذا المستوى. على مستوى كذلك الدفاع الحمد لله تقريبا الدفاع كله باكمله كله داخل البطوله الوطنيه من اكاديميه محمد السادس والجيش الملكي، وكنشوفوا بودا تبارك بالمصال اللي جاي هنا ولا الزهواني ولا كاتوم، دونك هادو لاعبين كلهم تبارك الله اللي الحمد لله كيتكونوا داخل البطوله الوطنيه. كنشوف حسين الاكاديه ولات كذلك انها كتعطينا بعض اللاعبين وبان كتيبه بمستوى اللي هو كبير واللي كنا محتاجينه في هذه المقابله الاخيره ضد مالي، لاعبين اخرين كذلك اللي هما ولات كتفرزهم بعض الفرق الوطنيه. وبالتالي فكنظن الان المسؤوليه الان على مستوى الفرق الوطنيه ديالنا باش انها تزيد تثمر اكثر، لان هذه الماده الخام كاينه متواجده بكثرة، ولكن الا تنظموا الفرق ديالنا على مستوى التنقيب على مستوى التكوين على مستوى كذلك البطوله اللي كيخص ضروري كيخص يتهز الايقاع ديالها، لان ما يمكنش لعبوا البطوله باربعه ولا خمسه الفرق ولا سته اللي هي كتجيك مهيئه جيدا، وبالتالي كتلقى مثلا واحد الفريق كتلعب معاه اكاديميه محمد السادس كيربحوا باربعه ولا سته ولا ثمانيه، ماشي في صالح كره القدم التكوين على مستوى الفئات، ماشي في صالح اكاديميه محمد السادس. وبالتالي فانا عندي اليقين على ان الماده هي متوجده مواهب كثيره، اننا اذا اشتغلنا عليها وكانت بطولات في مستوى عالي فيمكن اننا نزيد ندعموا هذه الفرق الوطنيه على مستوى الفئات الصغرى. سي حسن مومن، انا بغيت نرجع بك للوراء الا سمحتي، واحد الفتره اللي كنتو فيها في الاداره التقنيه وكان الاشراف على واحد المجموعه ديال الاجيال اللي دازت حتى من لي اوديسات، يعني كانوا لاعبين اللي خداو مسار صحيح في الكارير ديالهم وداروا اسماء ولعبوا في المنتخب الاول، وبالمقابل عشتي انت مع لاعبين اللي كانوا متميزين جدا ولكن ضاعوا وسط الطريق. شنو اللي كان خصو يدار هذيك الساعه وما دارش باش هاد اللاعبين ما يضيعوش؟ السي حسن، طبعا اللي اكيد هو ان مش حالاتي ما كانوش كانوا حد اللاعبين اللي هما
اللي زعما كانوا متميزين بزاف اللي هما ما استطاعوش باش يديروا واحد 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 لا كارير ليا كبيره. الان كاينه مشاكل كبيره شحال هذه، راه كان لاعب جميع الفرق الوطنيه كانت كتهتم باللاعب اللي هو كيتكون داخل النادي، واللاعب كيتدرج جميع الفئات، وبمجرد كيوصل 15 19 سنه كيلقى انه الباب مفتوح باش انه يلتحق بالفريق الاول، وهذا اللي خلى على ان مثلا دي جينيراسيون الحمد لله وصلوا للمنتخب الاول، وصلوا احترفوا في اوروبا ماشي غير في الخليج هنا. وبالتالي الان لاعب مسكين ولا كيلقى مشاكل كبيره، خاصه ملي كيوصل بين 18 و20 سنه باش انه يلقى مكان ديالو داخل الفريق الاول تاع النادي ديالو، لان جميع الانديه نقدر نقول لك 90% 99% راه كلها ولات كتعتمد على الانتدابات بدرجه كبيره، وبالتالي ما بقاش كتخل. سي حسن، سي حسن الله يخليك، دابا الامور حسب كلامك هي ولات صعيبه، دابا هي اصعب بالنسبه لي هذا الشيء اللي كنعيشوه في هاد السنوات الاخرى، ولا صعيب انك تلقى شي فريق كيدمج بعض اللاعبين. انا هذا العام كاين فريق اللي هو ملزم، ولكن الحمد لله معاه اطار اللي هو قريب اللاعبين، هي شبه المحمديه اللي هي تقريبا الفريق اللي كيلعب واحد العدد كبير من اللاعبين تاع الفئه الصغرى اللي يدرجوا مع داخل شبه المحمديه. مضطر كنعرفوا مشاكل ماديه اللي عاش فهاد السنوات، شحال اللاعب اللي كان عندها واضطرت باش انها كل لاعب انهم تسرحهم او يمشيوا للنتيج، وبالتالي فاصبحوا احرار. بالتالي فالسياسه تاع الانديه الان ضغوط اللي ولات على الرؤساء تاع الفرق من طرف الجماهير ديالها باش حقق نتائج انيه، خلاتنا مشينا في واحد الطريق اغلبيه الفرق مشات في واحد الطريق انها كتعتمد دائما على الانتدابات، ومع كانت واحد في السنوات الاخرى كذلك الفرق المغربيه كانت عرفت واحد الانتعاش على مستوى المداخل الماديه، فكانت كتحتاج للحل السهل، ولكن هذا الحل الان ولا ورط فيه لا الفرق اللي هي مشات الانتدابات بكثره، ولا كذلك حتى التكوين ديالنا ولا كيعرف واحد واحد تراجع والادماج، خاصه كنهضر على الادماج تاع اللاعبين. الحلقه اللي مفقوده بزاف هي بين 18 و22 سنه، هي فين كيوقعوا الكوارث عندنا، وبزاف اللعابه ولاو كيبيعوا الان هاد اللاعبين اللي هما الان في الفريق، لان ملي كنهضروا مثلا على هذا اللاعب تاع 16 17 سنه كناخذوا بزاف اللاعبين الان اللي هما مع الفريق الاولمبي، راهما الاكثريه اللاعبين 2002 هي الفريق الاولمبي راه فيه 2001 2002 2003 2004، ولكن الفريق الوطني المغربي 23 سنه راه فيه بزاف اللعابه مواليد 2004 و2005 نعم، وكيلعبوا في الفرق ديالهم في خاصه في فرنسا راه كيلعبوا رسميا كيلعبوا حنا في المغرب 2004 مازال كنقولوا يلاه مع الامال، وقليل قليل اللي غادي تلقى مثلا انهم راه دابا كيلعب مع الفريق الاول، نقول لك بوهران، نقول لك حيمود، وي يلا دابا عندنا دابا يلا حيمود، عندنا سوبول دراجة، دونك قليل عندنا واحد مجموعة اللاعبين اللي زعما محسوبين على رؤوس الأصابع، وهذا الشيء ما كيشجعش على التكوين، وهذه المسائل وكذلك باش أننا نوجدوا لاعبين بمستوى كبير اللي يمكن لهم ينافسوا اللاعبين اللي كيتكونوا في أوروبا ويعطيونا الإضافة على مستوى المنتخبات الوطنية. صحيح سي حسن، جبتي مواليد 2001، انا مازال جايك الموضوع ديالهم، ولكن بغيت نطلع بك لواحد الفئه على شويه من اقل من 17 سنه، هي اقل من 20 سنه، وجا في السياق ديال كلامك قلتي ان الفئات يعني في هذا الزمن واخا كتقصى كيبقى مستمر الاعداد، كتبقى المشاركات والمباريات. انا بغيت نسولك، هذا المنتخب ديال اقل من 20 سنه الحالي اللي فشل انه يوصل لكاس افريقيا وما لعبش منافسات كاس العالم، ومازال واجد يعني مازال كيلعبوا الدراري مباريات وديه، غير اشنو هو الهدف؟ شنو هما لي زوبجيكتيف ديال هذه الفئه هذه مثلا اللي باقي كتحضر وكتهيئ؟ دونك لوبجيكتيف اللي كاين هو اللي قريب، هو ان احسن العناصر كاين في هذا التحق اقل من 20 سنه، لان الا كان كانت بعض الفروق الان العالميه عندها بعض اللاعبين تاع 17 18 سنه مع الفريق الاول، فكنشوف الدراري اللعاب من اقل من 20 سنه كيفاش ما يمكنوش يلعب حتى هو على الاقل مع
اقل من 23 سنه، لان والا غادي تكون ضياع تاع الوقت في هاد اللاعبين. على مستوى الاستحقاقات المقبله، لان من بعد 19 سنه فاكيد ومن بعد ما غادي الالعاب الاولمبيه اللي هي الان تاع 2024 غادي تكون الالعاب الاولمبيه تاع 2022 كيخص اللاعب تكون عنده اقل من 23 سنه. بمعنى الفريق اللي غادي نكلو نلقاوه بواحد النسبه كبيره هو الفريق تاع اقل من 17 سنه، زائد يكون عنده الحق باش يشارك في الالعاب الاولمبيه، زائد مواليد 2005. نعم، اذا هاد اللاعبين 2005 ما اقل من 23، هادشي باش كنقول الا كانوا بعض اللاعبين الان اللي هما في اقل من 5 ما اقل من 20 سنه، نعم، انهم متواجدين في هذا الفريق الاول، فاكيد انهم غادي نلقاوهم في المستقبل مع الفريق اللي غادي يدخل مشاركة تاع الاقصائيه تاع الالعاب الاولمبيه. طبعا هذه كتبقى في اطار السياسه العامه، ولكن النقطه الثانيه كما قلت لك مش حال هذه، كان ديما المنتخبات ديالنا بمجرد انهم كيتقصوا كيتحل ذاك الفريق وكنضيعوا في واحد العدد كبير من اللاعبين، لان المبتغى في اخر المطاف هو نوجدوا لاعبين الفريق الاول في المستقبل ان شاء الله، باش يمكنوا هاد اللاعبين يتوجدوا. ما خصوش تكون واحد القطيعه، ما خصوش يكون واحد الفراغ في واحد الفتره معينه تاع سنه ولا سنتين، لان هذاك الفراغ دائما كيكون كيرجع بالسلب على ذاك التكوين تاع ذاك اللاعب، بما انه مازال في واحد المرحله تاع التكوين. هذه من جهه، من جهه اخرى فطبعا هاد اللاعبين الان هما كيشاركوا، إذا ما لقاوش بلاصتهم الان مع الفريق الكبار ديالهم فكان غادي يكون على مستوى النقيب اللي غادي يكون مشكل كان مطروح، وهذا كيرجع للمسؤوليه الناس اللي هما مكلفين بالفريق تاع اقل من 20 سنه، وكذلك الفريق اللي هو كيتكلف بالتنقيب على مستوى المحلي وعلى مستوى الاوروبي. صحيح، وكاين الكثير ديال المشاكل اللي تناقش والكثير ديال الاشياء اللي ممكن انها تقالوا، وحنا خدينا على العاتق ديالنا انه كنناقشوا يعني كل ما هو فئات، كل ما هو تكوين، كل ما هو منتخبات وطنيه، ما كناخذوش فقط غير لا فيترين. صحيح هناك لاعبين مكونين في الخارج كنستعنوا بهم، وهناك لاعبين اللي خاصهم تكوين داخل المغرب، خصهم الثقه، خصهم الالتحاق بالمنتخبات الوطنيه والاستعانه بهم. ولهذا سي حسن حنا شادينك معنا الان كنتحاوروا بحكم انك يعني الاداره التقنيه والفئات مرحبا بالعكس راه الله يحفظك السي حسن. بالكره القدم الله يحفظك السي حسن، وانتم ردستوا في فتره زاهيه في الاداره التقنيه الوطنيه. لا اكيد سنوات، راك انت متبع المسيره اكثر من 30 سنه وغير داك الشيء اللي قدرنا عليه وصافي، كاين المتابعه. ولهذا فاش كنجيو نتكلموا على هذه الاجيال ضروري كتجي كتقارن، واخا المقارنه شويه صعبه وصعبه جدا ما بين يعني الفئات الحاليه والفئات السابقه. غير هو السي حسن، يعني ملي كنقارن شحال هذه ودابا راه بزاف ديال الامور تبدلات. النظام ديال المنافسات ما بقاش، كانوا الاقصائيات ديك الساعه على مستوى القاره كلها كان عندك غير ان ماتش لي روتور، دابا ولات عندك تصفيات غير ديال شمال افريقيا، ومن بعد كتقدر تدوز لون كومبيتيسيون اللي فيها 12 منتخب، شحال هذه كانوا الا كاع دزتي كتكون غير 8. دونك بزاف ديال الاشياء اللي تبدلات السي حسن. طبعا من هذا الجانب اكيد تبدلات، ولكن راه باش يمكن لك انك تاهل فضروري كيخصك تكون كتهيئ باستمرار وبطريقه اللي هي جيده، لان الحمد لله الان جميع الامكانيات تاع التحضيرات كلها متوجهه. كما قلت على ان شحال هذيك كنا كنعتمدوا على اللاعب الان اللي كان كيتكون داخل البطوله فقط، الان الحمد لله عندنا لعبه كثار على مستوى الاوروبي اللي هما طبعا كيدعموا المنتخبات الوطنيه. عاد كتجي النقطه الثالثه على مستوى طريقه تاع التاهيل، فهذه طبعا من واحد الجانب يمكن نقولوا سهله، ولكن راه اللي خطير هو انك ما كتاهلش. اييه كما قلنا هو الان الفريق تاع اقل من 20 سنه بهذه الامكانيات بهذه البرامج تاع اللي تحطات، ولكن رغم ذلك ما تاهلناش. ما تاهلناش. هذه المسائل كتولات كتفرض علينا الان. كتفرض على المجموعه الجامعه الاداره التقنيه الوطنيه باش انها تكون اكثر حذر على مستوى المقابلات، على مستوى التهيئ، على مستوى، لان الفريق الوطني المغربي الان هو الفريق اللي ولا
الذي يجب أن يهزم. وما بقتش هذه المسألة كتعلق فقط بالفريق الأول، ولكن أي فريق كيلعب مع شي فريق من فريق كل ما هو مغرب فولا كيلقى كيشوف راسو أنه كيخصو ينتصر المغرب، لأن المغرب ولا الحمد لله قوة اللي غادية في تطور كبير على مستوى الإفريقي، والحضور ديالها على مستوى العالمي كيزيد يعطينا شخصية أكبر وكيعطينا تحديات أكبر وكيعطينا مسؤولية أكبر. وبالتالي فهذه الأمور إذا كانت سهلة ولو العدد المقاعد أكثر، ولكن راه اللي خطير هو أننا ما نتأهلوش بهذه الإمكانيات اللي هي كتوضحها الجامعة راه لجميع الفرق الوطنية. وإحنا اللي كنتمناو هو يتم استغلال هذا الوقت هذه اللي كاينه هذه الامكانيات لتحصيل نتائج اكبر واكبر. ما كنهضرش على النتائج الرقميه ديال احراز الالقاب والكؤوس، ولكن النتيجه الابرز والاكبر هي تكوين اللاعبين، اكبر عدد ممكن من اللاعبين اللي غيفيدوا المنتخبات واللي غيفيدوا الانديه ديال البطوله الوطنيه. غنتوقفوا معك السي حسن غير فقط لفاصل اشهاري، ثم من بعد غنرجعوا من بعد الفاصل وغادي تصبر معايا شوية نتكلموا على المنتخب الأولمبي أقل من 23 سنة. فاصل ونعود. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادة اف ام، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والتواب. وأجدد تحية وترحاب مرة أخرى بسي حسن مومن. سي حسن مومن مازال معنا؟ مرحبا سي منير مرة أخرى. سي حسن مومن كنشكرك على هذا الوقت اللي انت معنا. بغيت نمشي معك لواحد الفئة اللي انت كتعرفها جيدا، فئة أقل من 23 سنة. نبدأ بعد بهذه الفئة اللي كاينة حاليا والتي تحضر للألعاب الأولمبية. فئة فازت بكأس إفريقيا للأمم هنا أقل من 23 سنة، الآن كتحضر بحضور مجموعة من اللاعبين أغلبيتهم قادمون من الأندية الأوروبية. كيفاش كتشوف هاد التركيبة هذه لغدا الألعاب الأولمبية؟ طبعا الفريق استفاد من أولا من عملية التنقيب، نعم، استفاد كذلك بحضور واحد مجموعه اللاعبين اللي الحمد لله الان ولاو كيمارسوا لي صفقات مع فرق اقل من 23 سنه في الفؤول الامل، ولكن ولينا كنشوفهم مرتبين داخل الانديه ديالهم. والحمد لله الان هما التحقوا بالفريق الاول، وهذا كيبين على ان الفريق على مستوى الفردي على مستوى التنقيب دارت الامور بطريقه اللي هي جيده. على مستوى التاهيل كان عندنا من الحظ ديالنا اننا لعبنا البطولة الإفريقية داخل الوطن المغرب، وهذا كان جيد بالنسبة للاعبين لأن المشاكل الكبيرة دائما اللي كنا كنلقاوها خارج المغرب هو أنك تجي كتلعب في شي ظروف كما الآن فريق الوطن المغربي بالتجربة ديالو، ولكن راه كاينه مشاكل كبيرة مني كتلي كتنتقل للمحيط آخر، أجواء أخرى، طقس آخر. الحمد لله الآن بواحد النسبة كبيرة الملاعب ولات عندها واحد تحملات واحد الجودة اللي ولات اللي ما كانش من قبل. هذا كيبقى طبعا كما قلنا الأجواء العامة اللي كيخص يشتغل عليها. كتجي الآن تهيئ بعد الفوز ببطولة إفريقية شيء اللي هو جيد، نعم، تأهل إلى الألعاب الأولمبية. الآن كيبقى تحضير المقابلات، بزاف على المقابلات اللي هي جربت في نصف العناصر اللي وتعطات تجربه فرصه اخرى لواحد مجموعه اللاعبين اللي عاد تلحقوا، لان الوقت هذا الفريق هو مكون بالدرجه الاولى بمسلزولي اللي هما اللي بالسيباري خنوس امير وانا كذلك نعم اللي كيلعبوا مع الركراكي، هادو لاعبين اللي هما جاتين فريق كاين الاشتغال اللي غادي يكون اكثر هو على مستوى وسط الدفاع. عندنا على مستوى الدفاع لان مازال كاين واحد الخلل في المنظومه الدفاعيه، واخر مقابله كنا لعبناها كما مع الدنمارك خسرنا 3-0 وكانت بنت واحد مجموعه تاع الاخطاء اللي هي قاتله. هذا في تواجد الدفاع اللي هو كنقولوا الدفاع الرسمي، نعم. كتبقى الان واش غادي نحاكموا التجربه تاع المدرب الان مع المجموعه في غياب كما قلت هاد اللاعبين اللي هما غيكونوا كنتظروهم في الالعاب الاولمبيه، واكيد على ان حتى الامتياز انك غادي يمكن لك تضيف ثلاثه لاعبين من الفريق الاول كيمكن يعطونا فريق اللي هو نوعا ما متكامل اللي خصنا نمشيو بطموح ماشي من اجل المشاركه،
ولكن من أجل البحث على الوصول إلى أبعد نقطة، لأن كما قلت الفريق الآن الحمد لله الأولمبي الحالي أغلبية اللاعبين هما كيلعبوا صميم داخل الأندية ديالهم، وهذا شيء اللي هو مهم بالنسبة للاعب اللي كيلتحق بهذا الفريق. سي حسن، أنا عندي واحد وجهة نظر، كنشكرك بعد على الرأي ديالك، وعندي واحد وجهة نظر بغيت نتقاسمها معاك ونشوفوا إلى أي حد ممكن نتفقوا أو نختلفوا. واش ما كتشوفش معايا انطلاقا من التجربه ديالك ان الفئات ديال المنتخبات، الفئه الاكثر حساسيه كتبقى هي هذه اقل من 23 سنه، لان فيها لاعبين يطلون على الفريق الاول او المنتخب الاول. حنا نبقاو غير في الفريق الاول، هادو دي جوار سينيور. واش ماشي نديرو كيف كانت الاجيال السابقه ان نستغلوا هذه المرحله هذه لانتاج لاعبين اللي قادرين يفيدوا بهم البطوله الوطنيه، بمعنى ان يكون التركيز او رؤيه اللاعب المحلي ديال 2001 فما فوق اللي نفيدوا به الانديه الوطنيه واللي نعزوا به الانديه الوطنيه. كيفاش كتشوف هذا الراي هذا السي حسن؟ طبعا قبل ما يتغير، لان الاداره الوقت اللي كانت الاداره تحت امرتها حسين عموته، نعم، اغلبيه اللاعبين كانوا محليين من البطوله المحليه، نعم، وكانوا يبدأوا تقريبا مع السلامي. هذا اللاعب تحيف اللي هو الان في نهضة البركان، كان اللاعب كان مبارك، المهدي مبارك، كان منتصر الحتيمي، هذا كان اللاعب المدافع الايسر للرجاء سبول، كان كذلك موهوب المهاجم الاخر، كان اللاعب الوداد الحالي حمود، هادو كلهم محتيمي، هادو كلهم كانوا كيمثلوا العمود الفقري للفريق الوطني المغربي. طبعا مبارك ما عرفناش الحاله ديالهم بعد الاصابه في نوصل. المهم اللاعب تاعي فراكين معنا تتبر كان كيلعب رسمي، ولكن هذه المساله هذا هو اللي قلت لك انا شحال هذه كانت اللاعب المحلي كان كياخذ الفرص ديالو اكثر على مستوى التكوين خاصه داخل المنتخبات الوطنيه، وكان كيلقى الطريق ديالو لا الفريق الاول ولا الفريق للمنتخب الاول ولا كذلك الاحتراف. نعم، الان هذه اختيارات تاع المدرب، واكيد على ان الاداره التقنيه الوطنيه فهي انها راضيه على هذه الاختيارات، لان في اخر المطاف كيولي فريق الوطن المغربي البقاء الى الاصلح. الا ان هذه المساله تاع اللاعب المحلي، فكما قلت لك الان في صراع مثلا على مستوى كناخذوا مثلا شادي مثلا اللي هو كيلعب في البطوله شادي رياض، فتحيف نهضة بركان اكيد تحيف الان كان عنده هو القائد تاع المجموعه. نعم، الان اختيارات، واش اختيارات اللي هي صائبه وغير صائبه، النتائج هي اللي كتقولها. ثانيا كتطرح سؤال اخر، واش فعلا التكوين ديالنا في المغرب قاد باش انه ينافس التكوين تاع البطولات الاوروبيه اللي كتعطينا هاد اللاعبين؟ صعيب. واش ما كنسالوش كذلك الاستثمار في هاد الفئات الصغرى في التكوين ديالنا؟ واش اوليو باش غادي نطرحوا السؤال فقط على المدرب ونقولوا علاش ما كتختارش من لاعب تاع البطوله المحليه؟ واش ما نقولوش فعلا على ان علاش هاد اللاعب تاع البطوله المحليه ما استطاعش باش انه يفرض راسه في اداء امام هاد لا كونكيرونس، هاد لان المراكز ولات قليله واللاعبين كثار، وبالتالي فالفريق الوطني المغربي انا دائما مع ان تكون تكوين عندنا جيد، يكونوا لاعبين البطوله المحليه حتى هما كيمثلوا، لانه يعطوا الاضافه للبطوله ديالنا، ولكن في نفس الوقت كنقولوا لم يحل الوقت باش اننا نتحملوا مسؤوليتي ونقولوا كفى، راه حنايا ما كنستمروش ما يكفي، لا على مستوى البنيه التحتيه، لا على مستوى حتى النوعيه تاع الاطول اللي غادي يمكن لنا اننا ناخذوها ونجيبوها تكوين ونكونوها ونزيدوا ونعطيوها عقد عملي جيد. الان بزاف تاع المدربين كيفضلوا يمشي يخدموا مع فريق مثلا يلا كيلعب في العصبه،
وكيتخلص تقريبا الدوبل تاع داكشي اللي كيمكن له ياخذو هو كيخدم مع واحد الفئه من فئات داخل المغرب. وبالتالي انا سي منير نعم انا كنظن كيخصنا نسالوا راسنا بالدرس بالدرجه الاولى واش حنا مؤهلون على مستوى التكوين داخل المغرب باش يمكننا نفسو هاد اللعابه اللي كتكونوا في البطولات الاوروبيه. واللي اكيد ان هاد اللاعبين مادام انهم كيلعبوا رسميين داخل بطوله اوروبيه خاصه بزاف اللاعبين في البطوله الاحترافيه رقم واحد لا في هولندا ولا في فرنسا. وكنظن كيخصنا نطرحوا الاسئله على نفسنا وقيله سي حسن. لأن سي حسن راه نطرحوا الاسئله ولكن واش عندنا الجرأه نجاوبوا عليها ومن بعد نوضوا نخدموا؟ هذا هو السؤال، طرح الاسئله والخدمه. انا كيخصنا نوضوا نخدموا مزيان لان شوف هاد اللاعبين كلهم اللي كنهضروا عليهم الان نعم تاع البطوله المحليه اللي هما كانوا رسميين قلت لك يلا واحد سنتين وثلاث سنوات فاكيد على ان مبارك كان جاب واحد العقد اللي كنا كنتمناوه يمشي يكمل التكوين ديالو في اوروبا. حتيمي كذلك مشى لتركيا وهو رجع الان الوداد الان بريتي تعطى الوداد. كاين اللاعب تحيف كذلك اللي هو كان خدا شي فرصه وقيلا في اسبانيا ولا فرنسا ورجع ليغانيس رجع البطوله المحليه والحمد لله كيلعب رسمي معنا في مركز جيد. ولكن كنقولوا هاد اللاعبين اللي تكونوا داخل البطوله داخل اكاديميه الفاتح او اكاديميه محمد السادس واش ما كانش ممكن يكونوا في مستوى افضل بكثير من هو عليه الان لو كانت واحد التنافس كبير في مختلف البطولات المحليه تاع الفئات الصغرى. لان سيموني كما كتعرف التكوين كاين فيه تنقيب يخص يكون جيد مزيان كيخص يكون تكوين بامكانيات لي جيده كذلك كما هو عليه دابا بعد الاكاديميات وعلى راسهم اكاديميه محمد السادس صحيح. ولكن تكوين باش كيكتمل ملي كتكون بطوله تاع الفئات الصغرى جيده على مستوى التنافس نعم لا على مستوى القيمه تاع الفرق اللي غنلعب ضدها ملي نكون في اقل 15 سنه واقل 17 سنه واقل 19 باش نوصل للفريق الاول ولا العدد تاع المقابلات اللي خصني نلعب في كل فئه من الفئات. الا كنا بعد الانديه بعد الاكاديميات انها كتشتغل فراه ديك 50% الثانيه ولا ديك 40% الاخيره اللي هي كتجي عبر المنافسه فراه حنا مع الاسف مازال كيخصنا تغيير وكيخصنا عدد كبير من الفرق اللي غتكون كتنافس هاد الانديه اللي هي كتستمر في الفئات الصغرى باش يمتعوا ذاك اللاعب يكون كيشتغل اكثر ويكون داخل المقابله كيلقى مشاكل كبيره ومن خلال ديك المشاكل اللي كتوضع عليه هي اللي غادي تخليه انه غيكون كيتطور احسن من هو عليه الان. وهذا السي حسن مازال كنذكر هذا هو اللي كنتو كتسميوه انتوما في الوقت ديالكم لانكونفور، يعني في الوقت ديالكم مع الحاج السليماني مع رشيد طوسي وباقي الاطر استسمح لما ذكرتش الجميع كنتو كتسميوه اللاعب اللي كيطلع الفئه الاعلى خصو يلعب في لانكونفور. شكرا لك سي حسن مومن الاطار الوطني وصراحه كنا سعداء انك تكون معنا في هذا اليوم يعني للتنوير وللتوضيح خاصه من شخص اللي عارف بخبايا الفئات الصغرى. شكرا لك سي حسن مومن. مرحبا انا سي منير وبكل فرح كان تواجدي معكم في هذه الامسيه السعيده. ومره اخرى احييك سي حسن مومن واحيي كل الاطر الوطنيه وكل من يشتغل في الفئات الصغرى سواء في وقت سابق او في الوقت الحالي. والاكيد انه دائما في شدا اف ام وفي برنامج البطوله على وجه الخصوص دائما النقاش متواصل حول الفئات الصغرى لانه المستقبل هي الحاضر وهي المستقبل في جميع الحالات. مستمعينا الكرام غادي ناخذ فاصل لنعلن به على نهايه الساعه الاولى من البرنامج، بعد ذلك غادي نرجعوا للقائكم ان شاء الله دائما في برنامج البطوله حلقه اليوم الجمعه الفاتح من دجنبر 2023. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام، تحيه للاصدقاء وكل المتتبعين، تقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والثواب. كنرحبوا بكم في هذه الساعه الثانيه بعد ما استمعنا في الساعه الاولى وختمناها بالحوار الشيق مع السي حسن مومن
حديث يعني طويل وطويل جدا. والسي حسن مومن ربما سمعتم بين السطور هناك تفاؤل بخصوص هذا خاصة في هذا القلم 17 سنة وحتى المنتخب الأولمبي، وهناك تخوف بين السطور. أبرز الأشياء غير باش نلخصوا الأصدقاء، راكم سمعتوا الحوار قبل قليل بالنسبة في هذا القلم 17 سنة، تفاؤلية هالنتيجة إلى غير ذلك، ولكن راه اولى القرارات اللي خصها الدار ربما السي حسن مومن راه يتفق مع ما قلناه في هذا البلاطو مرارا. اول حاجه خصها الدار هو تحديد هذه الفئه هذه شكون غيمشي معاها لي او 19، لانها دابا ولات او 19، ما خصناش نضيعوا الوقت في اسالات سالا لو سيكل ديال لاكوب دي موند غدا ولا اليوم يمكن ملي جاو، خصنا نشوفوا باللي راه هذه هي فئه ديال او 19 زائد مواليد 2005. علاش؟ لان الخطوره فين كاينه؟ هما اللي غادي عاوتاني نضيعوا الوقت ونبقاو باركين، وحنا كنهضروا على دور الربع كاس العالم والنهضه الكرويه دور الربع والمغرب ودور الربع وهاد الفئه وكذا وكذا، وغنساو الوقت. بعد عام غادي خصك تدخل اقصائيات ديال كاس افريقيا اقل من 20 سنه، ومن حسن الحظ ان فقط النظام الجديد ديال التصفيات عندك غير يوناف، واليوناف راه ماشي شي حاجه عاوتاني اللي غادي نحقروها. اليوناف راه خمسه ديال المنتخبات اللي هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، بمعنى منافسة شديدة على بطاقة أو بطاقتين في انتظار نعرفوا شكون المنظم ديال هذه المنافسة. من بعد هذه الفئة هذه خصها تأهل كأس إفريقيا وخصها توصل دومي فينال باش تأهل كأس العالم، لأنها خصها تدير كأس إفريقيا وكأس العالم ديال أقل من 20. ثم هذه الفئة هذه راه هي المنتخب الأولمبي للألعاب الأولمبية 2028، باش ما نرتكبوش الخطأ الذي ارتكبه، ونقولها بكل صراحة الذي ارتكبه السيفوزي القجع في هذا المنتخب الأولمبي الحالي، لأن الأصل في هذا المنتخب الأولمبي والمصدر والأرضية راهما لي أوفان اللي كانوا مع زكريا عبوب في كأس إفريقيا بموريطانيا، يعني مواليد 2001 فما فوق. من اللي ضيعنا الوقت؟ ها هما مع زكريا عبوب لبلاتي، ها ورا المنتخب الاولمبي مع القطب ديال الحسين عموته وهشام الدميعي، لبلاتي راه ما بقاش الحسين عموته، لا راه هشام الدميعي غيمشي للالعاب التضامن الاسلامي، لا راه ما بقاش هشام الدميعي، لا راه السي الحسين عموته هو اللي غادي يقودهم، ولكن راه هو راه مدرب الوداد، لا راه ازدواجيه المناصب، لا ما حسين عموته، لا راه المنتخب الاولمبي هو اللي غادي يمشي للشان، قال لبلاتي راه المحترفين ما غيكونوش في الشان، غيكونوا غير فقط المحليين. ايوا اجي تم تعيين عصام الشرعي مدربا لل التخبط هذا، ما بغيناش نعيشو ثاني في هذه الفئه. وهذه الفئه راه من الان راه الا بغيتو نبداو راه حنا بادين من دابا، واغوزمون راه حنا حرقنا بعض المراحل، ان الفئه ديال الاوديسات راه دارت دابا كوب دافريك ودارت كاس العالم، بمعنى الارضيه ديال البناء كاينه، خاص فقط من سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. فكان هذا المرخص ديال وتقالت الاشياء، تقالت اشياء كثيره، و ان شاء الله الحوار غادي تلقاوه بحول الله مسجل اللي بغي يعاود يستمع ليه. فهاد الاثناء حنا كنتكلموا كاينه مباراه الترتيب ديال كاس العالم اللي فيتان بين الارجنتين ومالي، الشوط الاول انتهى بفوز المنتخب المالي بجوج لصفر على منتخب الارجنتين. كنتبع واتاسف لانه غير تشمتنا فقط مع المنتخب المالي وكان بالامكان افضل مما كان. تحيه للسي رشيد، اهلا وسهلا اول واحد سي منير، تحياتي سي محمد منصوري. الحمد لله سيدي بخير وعلى خير. سي منير، أسوأ شيء في الحياة تكون مشجع الوداد ومانشستر يونايتد وتعيش التعاسة والضغط النفسي وجميع الأمراض. خويا الله يهديك، هي على سبيل الدعابة يمكن كتقولها، قال لك ما عرفنا فين نلقاوها، أنا مع تين هاك مع عادي رمزي، هي المدرسة الهولندية في جميع الحالات. لا خويا تكيس على صحتك، هذه كرة قدم، محب عاشق كاع داكشي اللي بغيتي، كتبع واحد المباراه ديال ساعه ونص، ربحتي كتفرح، خسرتي كتقلق شويه، ولكن الحياه راه عامره بالاشياء والاولويات اللي خصك تكون، ما هادشي فقط. سي سعيد بن شتوان، خالد كرامه شمن في اشد؟ لا السؤال هو خالد كرامه فين شادها؟ هي الاولى. قيل حسب واحد طابلو اللي كان دار في واحد الزياره ديال الاداره التقنيه هنا للدار البيضاء للإفصاح ولطرح البرنامج ديال الإدارة التقنية على مستوى العصاب، كانوا داروا ذاك الطابلو اللي مازال كتعقلوا فيه خالد كرامة سيليكسيونور ولا أونترينور إيكيب ناسيونال أو 18. لحد ساعات أو 18 ما عرفناش شنو البرنامج، ما عرفناش شنو لي زوبجيكتيف ديالها، لأنه أو 18 راه هي اللي كانت مع وهبي اللي كانت في ليونا في الأخرة. كان من المفروض أو 18 يعني مواليد 2005 2006، من المفروض حسب التسميه اللي معطيها هي خالد كرامه اللي غيكون، فلحد الساعه
المعلومه اللي كنكونوا عارفينها راه عارفينها، اللي ما عارفينهاش كتبقى تما في المعموره. عديد رمزي محال واش يعاود يديماري مع الفرقه هشام غولا، ونتمنوا خير. باقي الفريق عنده مباراه مع سيك ميموزا وديك الساعه المدبر حكيم. واش عادي نخبر الوطني صرح كنتمنى سي منصوري هادشي داز وهضرنا عليه بلا ما تقطر الدون اللور، الله يجازيكم بخير. سي حمزه اتعزيز زعما منتخب بالي كيبان لك عمر لاعبين حقيقي، حقيقي ماشي حقيقي، هذه كومبيتيسيون ديال لا فيفا والفيفا ما كنظنش غتغفل على هادشي. بلا ما نبقاو نتخباو في داكشي ديال عمر حقيقي، الناس كتبان فيهم وليدات صغار ولكن البنيه قويه. كيف انت عندك في المغرب كيبان وليدات صغار وتقدر تمشي تقلب على اصحاب البنيات القويه، خصك تمشي تقلب عليهم. خويا منير تحياتي، راك ناخذ مصر كنموذج، عندهم تكوين محلي في المستوى، السبب ما عندهمش الوفره من البحر لهيه، يعني بزز منهم كيخدموا على المنتوج المحلي عكس المغرب. هذه وجهه نظر السي محمد الشفاني وي، غير هما اللعاب كيوصل بكري ليكيب بريمير بعض المرات. خويا منير تحياتي لك، الله يحفظك السي محمد الشفاني. المنتخب الوطني المغربي النسوي اليوم غادي يكون على موعد مع مباراه وديه امام المنتخب الاوغندي، وهادو هذه اولى الخرجات في جوج ديال المباريات اللي غادي تلعبوا في هذا الشهر هذا. المباراه الاولى غادي تلعب اليوم مع السبعة ديال العشيه في ملعب الابجيكو في الدار البيضاء، والمباراه الثانيه غادي تلعب في ملعب الامير مولاي الحسن في الرباط. هي اون دوبل كونفرونطاسيون مع المنتخب الاوغندي تحضيرا لباقي الاستحقاقات، والاستحقاق رقم واحد بالنسبه للمنتخب النسوي مع المدرب الاسباني خورخي فيلدا هو تأهل الالعاب الاولمبيه. عرفنا دابا الخريطه ديال المنافسين شكون هي، بعد ما تأهلنا في الدور السابق دابا عندنا ذهاب واياب مع المنتخب التونسي، وبعد ذلك غادي نلقاو المنتخب الزامبي. والمنتخب الزامبي هو اللي تسبب في انه زعزعنا واحد شويه خلال مباراتين وديتين مؤخرا بالطريقه والحصه باش فاز علينا، فالامور غتكون صعبه وصعبه جدا على المنتخب الوطني الا ما تمش الانتباه الى ان مرحله كاس العالم راه دازت. دابا حنا كنطلعوا على مرحله اخرى اللي خصنا اننا نكونوا فيها في الالعاب الاولمبيه، وان شاء الله نكونوا في الالعاب الاولمبيه باش يعني للبصم على واحد الحضور، وغادي يكون حتى واحد الانجاز تاريخنا، ولاول مره في واحد الدوره اولمبيه غادي نكونوا حاضرين في كره القدم ذكورا واناثا. هذا الشيء اللي كنتمناو، وحتى الحضور ديال المنتخب النسوي للكبار في المحافل الدوليه كيزيد، يعني كيكون عنده واحد الانعكاس على مستوى كره القدم النسويه محليا والمتابعه، والنساء كيوليو يتبعوا كره القدم، وبزاف ديال الحوايج اللي خصنا نستغلهم الا بغينا نلقاو بكره القدم النسويه. ناخذ واحد الفاصل مستمعينا الكرام، احنا مواصلين معكم من خلال هذه الاخبار المتفرقه، ولكن مرحبا بالاتصالات ديالكم على الرقم 0522 36 05 36. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام، ونبقاو دائما في كره القدم النسويه. قبل ما ناخذوا معنا اول مستمع اللي هو السي عبد الله من نطرا بسرعه، كاين المنتخب الوطني المغربي ديال اقل من 17 سنه، المنتخب النسوي اللي فاز وديا على منتخب تشيك بواحد 1-0 البارح. هذه مباراه وديه للاستحقاقات المقبله، طبيعه الحال هذا الاستحقاق هو اقصائيات كاس العالم ديال اقل من 17 سنه، وكنعرفوا ان هذه الفئه ديال اقل من 17 كنا تاهلنا في النسخه السابقه لكاس العالم بالهند، فنتمنوا ان هذه الفئه حتى هي دير كاس عالم اقل من 17 سنه، في انتظار كيف هي الفئه مثلا ديال اقل من 20 دابا اللي جات من كاس العالم الهند، دير عاوتاني حتى هي كاس عالم اقل من 20، وهكا غادي نكونوا كنطوروا لاعبات وكنلعبوا منافسات عالميه، وحنا غاديين بشويه باش المنتخب النسوي الاول يكون عنده واحد الهدف ديال ينافس على الكان، واخا المنافسه غتكون صعيبه وصعيبه جدا، ثم يتنافس على البطاقات المؤهله لكاس العالم. نمشيو ناخذ معنا اول مستمع في حلقه اليوم، السي عبد الله من قنيطره. مرحبا السي عبد الله. خويا منير بخير. الله يبارك فيك اخويا عبد الله، الحمد لله. تحياتي ليك جمعة مبروكة. علينا وعليك اودا السي عبد الله. مبروك علينا الستة. ها الحمد لله، والله إلا كرمنا الله. تحية لفخر الدين وخا واحد الرسول أخ إيمان. الله يحفظك اخويا عبد الله. خي منير، باقي تنعقل واحد اللي لا تذكرتي معايا. اها. المرحوم العزاوي الله يرحمه. الله يرحمه. أستاذ في واحد الحلقة. أييه. وكان رئيس مصلحة. وما عمر شي اذاعه يقتلوا استضافته الا منير اوبري. و باقي لي في الذهن ديالي تنصمتك وتيقول لك هو اللي قال لك كان هو المكري ديالك، قالوا مازال كنا نعطيو الاشياء اخرى. ودابا رجعنا في كره القدم، واش الانسان من تيوصل 23 عام واش بقى هذا نوصلوا عاوتاني نمشيو نديو احنا الفرق؟ واش الدري اللي سجل البيت ريال مدريد؟ شحال في عمره هذا؟ لا غير شوف من باب المقارنه ما تقارنش، هذوك اللي تما
راه عندهم لاعب، عندهم لاعب شاب هو 17 18 16 هذا هو اللاعب. عندنا حنا القضيه مقلوبه شي شويه. واش واش كيديروها بالعاني ولا فعلا غنمشي مع داك الشيء؟ لان راه مصطفى مديح الله يرحمه في اولمبيك خريبكه كان ديك الساعه كيلعب العام دخل وقيلا عثمان العساس وبوشعيب البطاشي باقي كنتذكر، قال لك راه لعبنا لاعبين شباب. قال لكم قال لهم اللي كنقول لاعب شاب راه 17 18 ماشي 23 هذا هو اللاعب الشاب. وكاين واحد الرؤيه اخرى عاوتاني دابا الا كنتي كتبع التصريحات ديال السي محمد فاخير واحد الوقت قال لك راه الاشكال ديال لاعب شاب في المغرب علاش حتى 23 باقي كتقول لي شاب؟ لانه ما كينضجش بكري، راه حتى 27 28 عاد كيبان لك لعاب عاد نضج. راه اشكاليه عندنا في المغرب. اللي بغيت نرجع لك اختي منير على الوداد البيضاوي. اييه. واش هذا المدرب اللي غادي نكون نهضر عليه واش هو جاد دار انتدابات؟ لا ماشي هو اللي دار انتدابات. الله يرحمه وليدي. انتداب واحد اللي محسوب ليه هو اللاعب احناش. صافي هذا هو. احنا ما كنش نكون ندرقوا الشمس بالغربه ونقول خلي السيد يخدم. راه شي فرنسا فاش بدات المونديال ديال 32 عام هما تيقلبوا. متقلبوا عند باش دو المونديال. وحنا دابا المونديال هو ان شاء الله الابواب خاص 7 سنين و 6 سنين بقى شي حاجه. فرقه ما عندهاش فين تلعب، فرقه ما عندهاش باش تركب، لاعب ما تيتخلص 13 عام ديال الاحتراف. وحشمة باش نقولوا اصاحبي اللاعب ما يتخلصش واللاعب. لا ماشي 13 عام ديال الاحتراف، 13 عام البطوله الاحترافيه. واش ما كيتسماش راه كاين فرق. لا راه بدينا البطوله الاحترافيه وباقيين هوات. وكون بقينا هوات ما يديها لنا حد. راه بالزمن خصك تدخل للاحتراف. راه فرق بين حنا عالم الاحتراف. ومن الاسباب اخويا عبد الله شوف شتي من الاسباب ويمكن كاع الناس اللي عاشوا هذيك الحقبه لدابا راه كيقولوها، راه من الاسباب ديال هاد المشاكل اللي كنعيشوا دابا هي ذاك الاحتراف اللي بدينا وما كناش واجدين ليه. وهي في لقيتي التضخم، تبدلوا لي كونترا ديال اللعابه ولاو الارقام كثيره ولا داك الشيء، والفراقي غادي نكثر من الجهد ديالهم. هذا هو الاحتراف الفقير مفكر. الاحتراف المبطن خلاها السي الناصيري سي محمد الناصيري الكاتب العام للمجموعه الوطنيه. الله يطول عمرك على هذيك الملي قلتي هذا نهار الجمعه وهذه الوقفه هذه اصاحبي. والله تيضرك الحال اصاحبي. نهار المونديال كاين انا تحابسين هذيك نهار الجيش الوداد هنا في الملعب القدس شنقول لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. واش ما شوف المنظومه خصها تكون كلها مجموعه محترفه، كل لاعب كل جمهور كي اخر المطاف تكرفس الامن اصاحبي. اي معارضه اصاحبي تكرفس الامن امنك وتكرفسيه ودير بها ذيك الحوايج. شنو هي الكوره؟ شنو هي الرياضه؟ الاخلاق اصاحبي. شوف الاخلاق وفرجه سبيكتاكل سبيكتاكل فرجه. الله يرحمه الفرجه. شوف اقسم بالله اخي مولانا ما نتقش ما نجمش. شوف هذه البلاد هذه والله العظيم الدور زمان نقول لك انا وخادرت شويه بزاف ما دايراش. والله ما دايره هذه البلاد عندنا. حنا كنا عندنا فينا اخرين هذه البلاد اللي عندنا. لا لا حدد واش شوف حنا كنهضروا على الكره اخويا. وي انا والكره راه فيها كل شيء داير كل شيء. لا لا قلتي البلاد ما دايراش راه خصنا نهضروا في قطاعات اخرين عاوتاني ما نكونوش ما فهمتينيش بغيت نقول الجماعة. الجماعة عندنا كل خير كل شيء. واش انت نجيب كوسه وصوب وصاحب تكرس عليه تجي نطرد بهم لحيط التيران. وشوف نديروا واحد الخطوه للامام عرفتي شنو هي؟ دابا حنا كنبنيو تيرانات وكنجددوا البنيه التحتيه وداك الشيء وعندنا منافسات كبيره عالميه ياك كنوجدوا لها. راه خصنا نفكروا في البشر اللي غادي يلعب في هذوك التيرانات من بعد. يعني واش عندنا الامكانيات البشريه اللي غادي تكون هذيك الساعه؟ لان هاد الملاعب راه غتبقى الاجيال اللي جايه باش تلعب فيها الكره. واش عندنا والجمهور ثاني اللي غادي يكون حاضر في الماتشات ديال ديك الساعه؟ واش حنا كنربيو فيه دابا؟ هذا هو السؤال. ورا هذا انا اللي قلت لك هذيك الحلقه اللي قلت لك هاد شنو خصنا التكوين ديال الجمهور والتكوين ديال اللاعبين والتكوين ديال المدربين وديال المديرين وديال الناس اللي غيسيروا الناس اللي راه ما غنكونوش عاد بوحدنا، راه يجيو ناس اخرين عندنا اجيال اخرى يرقمونا. الله يحفظك يا سي عبد الله. ويجيو ناس محترفين بمستوى عالي غيشوفوا المغرب كيفاش خصنا نخليو المغرب صورته. تحية لك اخويا عبد الله شكرا لك. شكرا بارك الله فيك. تحية لك اخويا. اديوس لا ليجندا قال لك هل سعيد الناصري قالها؟ ما عمرني سمعت التصريح. انا اللي سمعتيني قلت محمد الناصري. راه ماشي اي واحد سميتو الناصري راه مقصود به. ولا كنت كنهضر على الفنان سعيد الناصري.
واش بالضروره رئيس الوداد؟ الله يهديك السي اديوس. سي تامي، تحيه للسي تامي من فاس، طارق سكيتيوي، جبران شكيليط، العلاوي، بوريسا والعديد لاعبو رسميا في الماس عن سن 19. اكرم الروماني حتى هو، شكون اخر؟ عصام البارودي، عبد الاله باقي، بزاف اجيال واجيال لعبات في الماس في هذاك السن. ديك الساعه كنت تقدر تقول راه لاعبين شبان. ضياع الوقت في الكلام على البطوله السي عبد الرحمن المغربي، هي البطوله الاحترافيه، هذه هي التسميه ديالها. نضيعوا الوقت، ما نضيعوش الوقت، هذا الواقع ديالك، هذا هو اليومي ديالك، هذه هي الكره، ما عندك ما دير. سيموني اليوم ديربي الهلال والنصر، القيمه السوقيه للفريقين الاغلى في تاريخ الدربيات العربيه بازيد من ايوال. لا يزيد اكثر السي رشيد، اش بغيتي نتقارنوا مع ذوك الناس؟ ولا لا يزيد اكثر راه هاي هاي محذوفي. مال محذوفي السي رولاكسينغ قيسي؟ لا قيسي، عبد الكريم قيسي كان ديك الساعه وي لعب حتى هو في سن 18 19 في المولود ديالو جديه. عبد الكريم قيسي ندوي شويه على نظريه مؤامره اللي كاين استهداف شي منصوري، الله يجازيك بخير. خلينا من هالهضره، داكشي هضره الفيسبوك وهضره الصفحات، اللي ما مشاش عنده الامور فهي مؤامره، كاين لا مؤامره لا والو. نمشيو ناخذوا معنا السي مصطفى من مراكش. مرحبا السي مصطفى. الو الو السي مصطفى، مرحبا. السي منير، اهلا وسهلا. ما في الاستاذ فخر الدين؟ ما كاينش، جاي ياكل الحلبة. على اليوم ديال الحلبة. راك قال لي مكورة دي شحال، قال لي كل حلبة باش تخلص. الله يرحمه ويوسع عليه. امين، الله يولي برحمة الله. كي داير السي منير؟ الله يبارك فيك السي مصطفى، تفضل. عندي واحد المداخلة على لو نيفو ديال الشامبيون. مرحبا. وهاد القضية ديال هاد لي جون جوار، لي جون جوار، هاد لي جون جوار ما فهمتش انا هاد القاعدة ديال لي جون جوار في المغرب، كاينة غير عندنا هنا في هاد المغرب هذا. عقلت على جينيراسيون ديال 79 فاش كان في ديك الهزيمة المذلة اللي كانت في 76، شكون اللي كانوا لي جوار رجال؟ لا مازال ما خلق يديك الساعة. اي كنقول لك جاب تيمومي عنده 18 طون، جا سميتو عنده عزيز بودربالة جا عنده شي 18 طون. وي راه انت مازال بعد حتى السي مصطفى، راه غير هادشي غير اللي عقلت عليه انا، راه كانوا لعابة كيلعبوا في 17 18. نيبت انا عقلت عليه نيبت في لي ديبي. نيبات، خالد راغيب، سعيد الركبي. فهمت انا الثقافة ديالنا حنا اللي عندنا في هذه البطولة هذه، ما فهمت بغى يكون هذا ينتجاد اللعاب المغربي. واش غادي سعيد الركبي تماما وراغي بزاف بزاف بزاف. سعيد شيبا نيت، سعيد شيبا في الفتح، سعيد شيبا نيت تماما. وراه هذا هو اللي خلى لو نيفو على صفحة سيدي منير. واحد القضيه لو نيفو، لو نيفو طاح باسكو ما بقاش. انا كنعقل على الوداد، ايامات الوداد معنا شي انفان ديال الوداد ديال نواك، كانت اللعابه ديال الوداد كانوا وداديين كلهم ولاد الدار البيضاء، الشيطان كان بويبود كلهم ولاد. دابا ولاو ديال لقيطات، واحد كتجيبو من هنا واحد كتجيبو من هنا. لا لا نسحب سحب هذه الكلمه، الله يجازيك بخير. شوف كلمه شويه صعيبه. لا لا شنو الكلمه اللي قلتي؟ لقيطين ولا لقيطات؟ لا 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 ماشي، لا زعما غير بفان دو جاي من برا، من سون با دي لوكو، قول لي جاي من مدن اخرى، حيت راه لونتين هذا وبنادم راه كل واحد كيفهم اللي بغى. اكزاكتومون تماما، مع الظرفيه هذه الله 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 يدير تا ولا. دابا راه كتقول شي حاجه انت كاع ما كاينه كاع. فهمتيني، هذا هو لو نيفو. الناس كتجي لعابه تجيبو من هنا تجيبو من هنا تجيبو من هنا. ما هذيك الوقيته الوداد ديال فخر الدين بن عبيشه سميتو، كانوا كلهم ولاد الوداد، كبروا في مدرسة الوداد وتربوا الوداد، كتلقوا النيفو دان سيرتان نيفو تريتر، واحد النيفو ما شنقول لك ما عندوش كاع سميتو. ما كتجيب لعاب من هنا كتلقى فين تكري ليه، فين دير ليه، مغرب على والديه، ما كتبدل عليه البيئه، كتبدل عليه سميتو لاتموسيغ ديال ليكزيسيس دو سا فونكسيون. هذا كيديكو، هذا هو النيفو اللي غادي نقول لك تسنى اكثر من هذا الشيء. والله يحفظك السي مصطفى. ودابا هضرتي على كل شيء ونسيتي نسيتي مراكش، نسيتي الكوكب. وا الكوكب اش نقول لك؟ الكوكب لا كنهضر على لتحت على الفئات. لا لا انا ودادي واخا في مراكش انا. صافي، تحيه لك السي مصطفى، الله يحفظك مولاي. شكرا شكرا السي مصطفى. موريسكي ديفو نيفو طاح لحقاش مبقاتش البطولة المدرسية اللي كتخرج لعاب قاري وكواري في جميع الرياضات. نقولوا الرياضة المدرسية بلا ما نسقطوا على هذا الشيء ديال لعاب قاري وكواري، لأنه راه النظام العالمي الوحيد اللي ناجح سبوريتود راه هو الولايات المتحدة الأمريكية. الباقي راه غير شوية شوية، حنا حاولنا نديروا شي تجارب ولكن فشلنا فيها. راه عندك الحق، لعاب خصو يكون ولاد ماشي بالضرورة السي عماد، غير هو كتلقى واحد
مزيان يكونوا هاد ولاد، ولكن ما نوصلوش لديك الدرجة ديال الصفر. هذا ما كاين حتى واحد. لا على الأقل كتلقى الريحة، كاين كيف كنقولوا ولاد الدار، عاد ديك الساعة اللي جا مرحبا به كيعطي الإضافة. سيمون الرئيس الاتحاد الإيفواري زار عشية أمس فريق أسيك وحضر تدريب الفريق مباراة تلعب فيليكس أوفيت بوانييه سينظم مباريات. أي أخويا أي سي رشيد كلام في الصميم خيمون، البطولة ضعف بطولة من جو الرؤساء. دو مستوى ما كنظنش أن شي رئيس داخل وناوي يخرب، ما كنظنش، ولكن كاين سوء تدبير وسوء تسيير. والرئيس اللي دخل على واحد الفريق ويبيع الوهم، يعني يبيع الوهم، اللي كيبيع الوهم هو انت دابا عندك في جيبك جوج دريال وكتواعد بانك غدير وغدير وغدير وبلا ما تفكر منين غادي يجيك هذاك الشيء اللي غتنفذ به دوك الوعود، ورغم ذلك كتمشي كدير واحد الجزء من دوك الوعود وعلى شكل ديون، وداك الشيء يتراكم ويتراكم ويتراكم وانت غادي بكثر من الجهد ديالك. ولاد الفرقه كيدخلوا التيران كيبقى داخل وسط التيران بلا ما تحكم على دابا شي واحد دخل راه ولد الفرقه ولا جي 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 ربط الاحداث ربط الاحداث. ما دابا راه كتاخذ لاعب شاب، بعدا لاعب شاب من بطوله فين كان فين كيتكون عاد يدخل ليكيب بريمير. نمشيو عند سي جمال من كازا. مرحبا سي جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام سي جمال. الله يحفظك خويا محيط. قول لي بغيت نقول لك، بغيت نهضر على عادل رمزي والوجاد. مرحبا. انا بدات ضد الناس اللي كيقول لك عادل رمزي يمشي. اييه انا اللي كنفهمش، كاين شي محللين لعبوا كره كتلقاه يا ذاك العام فرقه طاحت لي في يدي، وملي كيجي كيدي يجلد في مدرب اخر. واش هذا جمال من كازا ولا من مراكش؟ لا كازا خويا. كازا داكور سي جمال مرحبا. ها تغلط لي الصوت مع شي مستمع صديقنا واحد اخر. لا لا وقع احنا اصدقاء. مرحبا سي جمال. الحمد لله. قلت لك وكيدي يجلد في مدرب. لا كان خصو، وانت يلا طاحت لك فرقه في يديك، خلي بدا شي واحد، خلي ارسل فيلكار ولا خلي يهضروا. فهمتيني واخي لا يمكن سي منير. اييه. ياك. لا فهمتك. دابا هاد اللعابه اللي مع الوداد راه قبل الماتش ديال سان داونز ديال الروتور كانوا مزيانين. اييه. والاهداف اللي بان بان الغلط راه ما كاينش في المدرب. الغلط راه في اللعاب. هذاك اللعاب راه هو اللي فيه الغلط. ودا السي جمال راه الا تبعتيش كيقول فخر الدين ديما ما تبقاش كتهضر على ساعه ونص. اييه ولكن ما تنساش التراكمات اللي قبل منها. احنا ما كنهضروش على ساعه ونص، انا كنهضر على اونجينيرال. اونجينيرال راه شوف التراكمات اللي قبل الفريق، واش دار بريباراسيون ولا ما دارهاش، واش اللعابه ارتاحوا، لان راه كاين شي وحدين راه ما وقفوش، واش المدرب دابا كيدير التدوير كيقدر يقلب على، واش المجموعه ديال الوداد يعني كافيه بالشكل اللي الوداد غادي يلعب منافسات بزاف ديال الحوايج. دابا القضيه ديال ما وقفوش انا ما متفقش معك فيها خويا مولاي. علاش؟ انا نقول لك علاش. دابا انت واش تقدر ما تجيش شي نهار للخدمه يومي، راه خدمتك هذيك راه كديرها كتخلص على وجهك. ولكن ما نقدرش نبقى لا بلاتي ما نقدرش نبقى خدام بلا كونجي. كتبرك روبو كونجي. وراه هادو اللي قلت لك راه ما جلسوش كونجي. دابا دخلك بلا واش اللاعب اللي كيدير لي ساعه ونص في النهار. الله يهديك اخويا. ما تاخذ وعلى هذا الحساب انا غتجي تقيس الخدمه ديالي غتقول لي واه انت راه كديرها برنامج ديال ساعتين في النهار صافي. ولكن كتوجد لي وراه تلعب على اللعب ما كيوجدش. لا بريباراسيون لا اللعب باش كيوجد الدهن ديالو ما كيوجدش. وراه ولا لا يوريك هذاك الدهن شنو الانرجي اللي كيخصو. انا اللي باغي نقول لا راه صحيح والله العظيم السي جمال انا شو راه غادي معاك شويه في الطرح، ولكن بغيتك انت تمشي معايا. راه حتى شي لعابه اللي خدينا واحد الثلاثي دابا اللي هما اللي كيهضروا عليه، الثلاثي اللي في المنتخب الثلاثي ديال الوداد. راه خذ غير مثلا كانوا هنا رحله لجنوب افريقيا، من جنوب افريقيا جيو رحله لطنزانيا، اجيو من طنزانيا الطاق لا راه غادي نمشيو عاوتاني. راه الواحد يكون كاع واجد حتى عيا، واش الدهن واجد ولا لا؟ دابا راه غنقول لك دابا انت شفتي هاد الثلاثه. انا الناس كيهضروا لا مش وحدين ما خاصهمش يبقاو، راه هاد الثلاثه خاصهم هما يهزوا الوداد نورمالمون. اييه هاد الثلاثه هادو اللي في المنتخب وبنات عليهم الداخل الوطني خصهم هما يبينوا هما ما كاينين شكون هما اللي غيهزوا الفرقه الا ما هزاش العم الود وعطيت له جبران. هادو ثلاثه
ناهيك على شي لعابه بلا ما نهضر معايا، وانا كنحيي شي لاعبين دوليين قدامى في الوداد اللي خرجوا بتصريحات وبسميات، هادو بلي كنحييهم. هذا فقط كاين واحد اخرين كيقول لك لا انا غادي نقول السميات، انا كنحييها باللعب حيت هادو. وهذاك رايك هذاك رايك هذوك هما الوداديين. لا لا بلاتي بلاتي سي جمال ما تعطيش شوف هاد لاكارت ديال الودادي حقيقي وماشي حقيقي، راه ماشي اي واحد هزها وكيفرقها. لا لا هازينها الوداديين كيعترفوا بها. شوف لا. كل واحد كيبغي الفريق اللي بغى وكل واحد كيبغيه بالطريقه اللي بغى. انا كنتوك على الوداد ما كنتوش لك على اللي بغيت. هي ورانا انا حتى انا باش ما باش ما نتجرش لهذا النقاش. شوف منير شوف قال لي انت تهضر وانا نفهم، فهمتي؟ انا هضرت وانت فهمتي. لا فهمت ولكن ما بغيتش ما بغيتش نكونوا قاسيين ثاني. لا ماشي قاسي، لا لا انا ما قاسي ما والو. انا دابا مثلا واحد الخدمه انا ياك كليت فيها وصلت فيها ودرت فيها وليدات، اييه كنعترف بها وكنعترف بداك مولاها، وكن راه هذا الشيء اللي كاين شي لاعبين اللي كيقولها لك بحال هكا كيقول لك ودي راه انا لعبت هذه وهذه وخاصني. وملي كنتي تشوف حنا كيتفرج دابا شويه ديال الكره ياك كاين شي لاعب راه بينو وبينك اخويا منير ما نكذبش عليك ما خصهمش يلعبوا. وكيما قلتي نتايا هذا الشيء كيوقع فاش في الصيف في الشتاء كيما قلتي في الشتاء ولا سميتي واحد رحله الشتاء رحله الشتاء الله يجازيك بخير. هذا الشيء كيما كيوقع في الميركاتو وحنا عارفين شكون هما مواليه عارفينه. الله يسامح السي جمال عا كنتمنى واحد الله يحفظك الله عا واحد الحاجه غنطلبك تفضل بخير. والله العظيم الا راك عزيز الله يحفظك السي جمال شكرا لك بارك الله فيك. الله العظيم غير بعض المرات كاين شي اخوه اللي كيدخلوا ياك كيدخل مثلا بحال انا دخلت مثلا وقلت واحد الراي ديالي اييه الله يجازيهم بخير. ما يبغيش واحد اخر يجي مثلا ويقول لك وهذا حتى هو والله لا ما كنخليوش ما كنخليوش كنحتفظوا كل واحد بالراي ديالو سي جمال. لكن لا لا شفت انا شفت شحال من واحد يعقبوا ومشيتوا معاهم في الخط اخويا منير. اعطيني شي امثله. انا كنت انا غنقول لك وحده كيعجبني مثلا فخر الدين. انا نقول لك واحد القضيه واحد النهار اللي دار ديال الكسكس ولا عقلت واحد الجمعه اييه وبغاو يدخلوا عاد يقول لي شوف لان منير وفخر الدين كيدير بشغلهم راه ماشي محطوطين تما ها سميتو. لا غير هذه القضيه سي جمال ديال مثلا يدخل شي واحد ويقول لك مثلا شي واحد غيجي من موراك ويقول انا كنعقب لهذاك الشيء اللي قال جمال من كازا. لا بحال هذا كتقول لي عطينا الراي ديالك انت خلي جمال عنده الراي ديالو. انا دابا التقيتك انت مثلا نموذج مرحبا عرفت شقات ليا وجبتيني قلت انا غادي نعيط غنتقد مولي مرحبا انا مولير كاد عليا كاد يرد عليا حيت اللي حطوه تمايا راه ماشي منير خاوي اللي غادي انت تجاوب عليه. وراه تبارك الله وسط عندي راه مسرح راه هادي راه بزاف د الحوايج ما غنبقاوش. الله يحفظك السي جمال انسان راه قال لي فران وقال بحومه. والمهم اخويا منير الله يحفظك السي جمال مرحبا بك مرحبا بك اخويا جمال. 3-0 النتيجه باش متقدم مالي على الارجنتين مباراه ترتيب كاس العالم للفتيان. ملي كنقولوا كاس افريقيا لاقل من 17 سنه راه لا كلاس مونديال. سي لا كلاس مونديال زعما باش نكونوا عارفين هاد الحقيقه هذه. نهار لعبنا الكره لعبناها عن حب وفابور وكنخلصوا من جيبنا. تحيه لك من حي عادي الله يحفظك حسن مرحبا. الانتدابات فقط للانتداب التكوين هو الحل. الحل يجب على الفرق معرفه ان التكوين وبيع اللاعبين هو استثمار. انا نجيك لهذا بيع اللاعبين سمعت هذه الروايه بزاف وكيصحاب لهم الناس غير كون وحطهم في واحد السوبر مارشي في واحد لافيترين راه غيجيو الناس يتقداو. واخا ها انت غتكون لمن غتبيع عندك جوج الاسواق اللي ممكن تخرج لهم اللعابه ديالك كلاعب مغربي مكون. نقولوا هاي اكاديميه محمد السادس كاع وشوف البرودوي ديالها فين كيمشي وشنو كيوقع ليه من بعد. ماشي كلشي اللعابه كينجحوا. قز على ذلك التكوين مثلا اللي كتقول اي فريق عادي يقدر يكون ويقدر يبيع فين غادي تبيع. الا كنتي كتهضر على الانديه الاوروبيه الانديه الاوروبيه ما غاديش ما تمشيش معاك اكثر من داك الشيء ديال 900,000 دولار مليون دولار لان الانديه قليله اللي قادره تخلص مليون دولار وجوج في لاعب مغربي مكون في المغرب برودوي لوكال. الا كنتي كتقول لاعب غادي يضرب عندك مثلا يدير واحد 21 سنه 22 وغيب راز وسيثير الاعيون ديال الخليج حدد عاوتاني من الخليج لان الخليج بقات عندك فقط غير يا اما الامارات يا اما شيئا ما قطر السعوديه نساها السعوديه بهذه الارقام الكبيره اللي ولات
ما بقيتيش قادر انك تصدر البرودوي ديالك لتما. هنا ممكن تهضر على بعض ملايين الدولارات ونزيد لهم لوكا اللي عندنا في شمال افريقيا ديال الاهلي. هي اللي قادرة تمشي معاك 3 مليون دولار 4 في اقصى الحالات. واش هذا الشيء هو اللي غتعيش عليه الفراقي ديال نكون وغنبيع؟ ولكن الفلسفة اللي خصها تكون هي نكون باش نلعبهم انا، باش نستافد منهم انا، باش ماشي كل عام غنجيب 18 19 20 لعاب، على الاقل عندي واحد 6 7 من ولادي اللي قادر نمشي بهم واحد 3 سنين 4 سنين 5 سنين وهكذا دواليك. ناخذ معنا السي الحسين من كازا. مرحبا السي الحسين. السلام عليكم سي منير. مرحبا اخويا الحسين. الله يحفظ اخويا سي منير، صحه طيبه سي منير. الله يحفظك اخويا. الجامعه اخويا فخر الدار ما كاينش اليوم ياك. لا ما كاينش اليوم ما كاينش. ما كاينش. وبالنسبه لي اخويا منير والله جبتي لي هذه القضيه ديال الفئات الصغرى الاو دي 7 اي دي 9، انا ديما لحد كنمشي نتفرج الصراحه. واش كتمشي تتفرج ولا كنتي كتفرج ولا باقي كتفرج؟ لا باقي كنتفرج. باقي كتفرج. كنهضر لك تيران يا سيدي مومن كنمشي مع داك السعود كنتفرج. اييه. انا الصراحه كنشوف الدراري اللي غادي نتفرجوا فيهم من هنا لقدام، اللي غنشوفوهم كنشوف هاد الدراري هادو اللي غادي يكونوا من هنا لقدام. وراه تقدر تكون غلطه سي الحسين، راه تقدر هذوك اللي كتشوف فيهم ذاك الحد راه ما يطلع فيهم منه حتى واحد. راه هذا هو اللي بغيتني هو اللي جيك ليه سي منير والله. علاش انا بغيت غير نقارب، لانني انا لان ذاك القضيه ديال اوديستاد اللي كنتفرج فيها دابا ماشي هي ديال شحال هادي اللي كنتفرج فيها. الكاريج الجوار ديال اللعابه ديال اللي كاينين دابا ماشي ديال شحال هادي سي منير، ابتداء من البنيه الجسديه ديالهم كيفاش تخاضوا كيفاش كيبكوا اللعاب. كيفاش كيبان لك داخل السيره كيبان لك اودي 19 ولعاب صغير باقي صغير. كيبان لك مضعوف ما هو فنيا مزيان ولكن كيبان لك على انه شويه كيبان لك مضعوف. انت كتشوفوا الله يذكره بخير ناصر لارقيط واحد الوقت قال لك راه تقدر تشوف لعاب اول حاجه كتسول واش هذا غادي يلعب في لافريك. قال لك هاك تسول راسك هاك تسول. والله الا ما كذبتيش والله الا كذبتيش سي منير. علاش زعما كنعقل سي منير راه كنقرا واحد ديال بيد الراجل الوداد شحال هذا سي منير كان اوسكار الله كندخل واحد هذاك السيد صراحه هذاك السيد سي منير هذاك ما كذبش هذاك كتستافد منه الكره المغربيه والجامعه في التكون كانوا يجبدوا منه الماكسيموم ديال اللاعبين. عندك بعدا الرجاء بدرجه اولى الوداد بدرجه ثانيه نقدر نزيد حتى الكاك حتى الكاك في واحد الوقت فاش كان فيها كيغامر كان كاين كيغامر مع اللعابه ديك الساعه. نقول لك واحد النهار السموية غيدخل لك واحد الدرب في الديربي طارق رزقي طارق رزقي شكون السي منير؟ شكون؟ امين قاصد ماشي هو اللي لعب امين قاصد لا ماشي اوسكار لا اوسكار السي منير في واحد الديربي غيدخل هنا ديربي ديال شمن عام؟ غنقول لك انا عاقل ديفونس غيكون في طلحه انا عاقل على واحد بلاتي شمن عام شمن عام عطينا شمن عام انا العام ما عنديش مزيان منير المهم امين قاصد دخله هو في ذاك لا حيت اوسكار لا بلاتي حيت اوسكار مع الرجاء هذا خلص غير راه لعب جوج ديربيات لعب لا لي والروتور ديال واحد ديال لعب الروتور ديال لا سيزون 99 ديال 98 99 لا لعب ثلاثه ديربيات مع كمدرب للرجاء العام غدي في على الوداد البطوله مع روما 2006 2005 2006 نسيت هذاك ولكن ما عنديش بارك الله فيك ولكن ما عنديش إذا كانوا شي وحدين هنا الرجاوي نقدروا يصلحوا لي امين قاصد ما عقلتش واش دخلوا ولا لا. انا غير بغيت نرجع لك هذه النقطه سي منير دابا غير شكرا سي تامي قال لي حتى الماس اوسكار دخل فيها العديد من الشبان والوجوه الله يحفظك سي تامي نسيت انا التجربه ديالو في الماس ديال اوسكار لا كاينه هذا صراحه هذاك السيد راه ما نكذبوش لان سي منير دابا قول لي غير دابا حنا الرجاء الوداد هذا الاوديسات اللي لعبوا دابا هما غيرجعوا واش كيلعبوا في النوادي ديالهم واش دابا الرجاء دابا انا كنشوف غير دابا رشيد سليماني هو غادي مزيان مع الفريق اييه غادي يتزاق معاه هو دابا اوسكار كانت عنده واحد القضيه ملي كيشوف هاد الاودي 19 غادي مزيان يقدر يلزق واحد الزوج يدخلهم مع السيمانه الجايه يقدر يدخلوك رسمي يقدر يجيبو في ديربي يقولوا انت غتلعب رسمي في الديربي هذا انا نعطيك واحد المشهد الحسين نعم حسين انت رجاوي ياك رجاء وخمون انا نعطيك واحد المشهد انا بحكم كنت كنمشي بزاف ايامات الصغر ايامات البدايه ديال الصحافه كنا نمشيو نتفرجوا في الوازير نمشيو نتفرجوا في بن جلون كانوا ديك الساعه التيرانات محلولين كتدخل وصراحه كاين ديك الساعه الوفره اللي كاتيجوري غير سقي عينك كاليشيا ودخلت واحد النهار كان ديك الساعه اوسكار ماشي مدرب ديال الرجاء ما كانش مدرب ديال ليكيب بريمير ولكن غير كان اجا يزور
تصادف تصادف مع لونترينمون وقيله ديال ديال شي ايكيب ديال لي اوديسات اللي كانت مع سعيد الصديقي ياك اللي كان فيها كان حكاك هذوك منير كانوا فيها شي علماء ديك الساعه ديال سعيد الصديقي عرفت شكون اللي كان معاه ولا لا ترى كانوا الطيور واه اللي الا كان كيسمع الا كان كيسمعني دابا الله يذكره بخير السي محمد ابو الهدى هو اللي كان ديك الساعه مدير ديال ديال ليكول ديال الرجاء واقف حدا اوسكار غير بحكم المعرفه وداك الشيء اوسكار كيشوف هادو قال لي انا هادو كنت انا مدرب درجه نطلعهم كاملين ليكي بريمير والله ما كاينش يا بوي مغامره الله يسامحك شاف فيه سي منير شاف فيه كيشوف السيد عنده النظره عن شاف شاف الكاليتي ديال اللعاب كيديرها راه هو المشكل دابا حنا عندنا المدرب هنا ما كيتعاقد معاه المسير منير اش غير كيتعاقد كيقول لي غتجيب لي خمسه سته تمشي تجيبهم دابا مشكله في هاد المشكله دابا مشيت انت هاد الميكات الموضوعي ضجه دابا الموضوعي ضجه انا والله ما كرهت الجميع دير شي قرارات ديال الميكات ديال اوديسات اوديزنير انا نديرها والله يجي نديرها شوف ميركاتو غدير في اوديسات اوديزنير ونفرض عقلتي عليك التشالنج اللي كانت دارت السيمونير اي اللي دارت عامين بدل الحفيظي ولا والتبلاتي وخلي خلي الفرق اللي راه اللي داوها كاع تطوان اللي كانت داتها العام الاول طلعت كامله تطوان هذيك منير راه داتها العام الاول العام الثاني دات البطوله فاش العمري لعب هذوك الوليدات هز كلشي هز كروش وهز كلشي طلعوا تما كاين دام قدامهم جوج بطولات هذا هو المشكل مولاي الله يحفظك الحسين الرساله ديالي هو كنتمنى كنتمنى نشوف انا واحد الاوديسات ونشوف اوديزناب شفت انا في هذيك اللوحه الالكترونيه راه غيدخلوا راه شي انشيلوتي منير راه مازال عصبه مع نابولي رجوز جوج امونير جوج جوج دخل دري عنده 18 عام صاحبي رساله وتفرجوا تفرجوا قيدونا تحيه لك الحسين راك تقلب علينا المواجيع الله يحفظك الحسين من كازا تحيه لك اخويا شكرا شكرا للسي عزيز الشريفي قال لي لا ننسى عبد الرحمن السليماني تا الحاج عبد الرحمن السليماني راه ما نساوش ليه غير مؤخرا مؤخرا هذا الجيل اللي كان بطل كاس العالم دانون اللي فيه المهدي موهوب واللي فيه امين السهال ولا راه عبد الرحمن السليماني بمساعده الاستاذ العربي شفيق فاصل ثم نعود نواصل معكم الحديث مستمعينا الكرام هذه المره نمشيو ندير واحد الاطلاع على الفوتسال وسط المكالمات ديالكم كاين المنتخب الوطني قبل من 19 سنه اللي فاز بالدوره ديال اذربيجان دوره حيدر علييف بالنسبه لي انا ما فاجئونيش لان غادي يمشيو يلعبوا دو ماتش غير بحوم غيجيو ثم المنتخب هاو لا سيليكسيون اللي كاينه دابا في المكسيك اللي كتلعب لا كوبا ديال موندو دي فوتبول دي سالون اللي غادي تلعب الكارد فينال غدا انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام نقرا بعض التعليقات خويا العبداتي سي منير الا ما قدرناش نضمو واحد الديربي عادي في مراكش بالجمهور وما كاينش نديرو مع جمهور الهوليغانز والرؤساء في كاس العالم خويا لكل حديث حديث ما تقارنش شي حاجه اللي كاينه دابا مع شي حاجه اللي غتوقع حتى 2030 حنا راه ملي كيكون داك التنظيم على مستوى الفيفا وشي حاجه كنكونوا ناضين داك الشيء شي حاجه اللي محليه كيوقع فيها شي حوايج اللي لا تتصور الدليل هو المباريات اللي كتنظموا ديال كاس العالم الانديه هنايا راه كتقول واش انا نيت في هنا ولا في شي بلاصه اخرى خويا منير تطوان اخذت البطوله بلاعبين جلهم ليسوا من تطوان كنظن غير المرحوم ابرهون أنس المرابط من المدينة لا وزيد كروش زيد كروش تا هو و زيد كروش محمد اليوسفي حارس المرمى كاين لاعبين غير خليني سي تامي غنعاود نعصر عاوتاني الذاكرة سيمونير جواد أقدر رحمه الله لعب مع جواد الميلاني صغير جواد أقدر راه لعب مواليد 84 ولعب في السن ديال 16 سنة وقيلا بشهادة طبية تحية لكم الأصدقاء شكرا الفوتسال فئة أقل من 19 سنة تحت إشراف يوسف المزرعي فازت بدوري حيدر علييف بأذربيجان بعدما فازوا البارح على منتخب بيلاروسيا بجوج الواحد بعدما فازوا المباراة الأولى على المنتخب المنظم أذربيجان بخمسة الواحد فالفوز بهذا الدوري بطبيعة الحال إيه الفرحة مع هاد الدراري إيه حكم أن هذه هي المنافسة الوحيدة أو هادو هما الخارجات اللي يقدروا يخرجوا خارج المغرب هاد الدوريات والمباريات الودية ولكن نرجع لما قاله يوسف مزراعي قبل ما يمشيو أن مجموعة من هاد اللاعبين راه ما كيلعبوش في الأندية ديالهم يمكن إلا كانوا كيتكونفوكا وكيف قال مع الفرق الأولى مزيان لأنهم كيكونوا قراب من الفريق الأول ولكن اللاعبين اللي كينتميو لزيكيب ديال لي U21 اللي باقي البطولة ما انطلقاتش هنا كاين الخطوره ديال ان هاد اللاعبين عندهم بطوله غتبدا في جونفي وغتسالي في ماي
واش اربع شهور ديال التنافس كافيه انها تعطيك لاعب ديال ليكيب ناسيونال؟ لان الهدف من هذه الفئه هو عدد اللاعبين اللي غادي يطلعوا ليكيب ناسيونال عند هشام الدكيك باش يلعبوا مع المنتخب الوطني المغربي الاول. ناخذ بسرعه ايمن من كازا. مرحبا سي ايمن. السلام عليكم خويا منير. تحياتي خويا ايمن. الله يحفظك اخويا. عندي اخويا منير واحد التدخل. مرحبا. اون جينيرال على كره مغربيه وعلى اللاعب المغربي. اييه. بغيت نعرف دابا التشكيل ديال اللاعب المغربي، علاش ما يكونش مثلا شو ما كتجيبوش شي لعاب مغاربه؟ يعني باس ابجديات ديال الكره ما عندوش، فهمتيني؟ ابجديات ديال الكره ما عندهمش. علاش هاد اللاعب عنده كل الظروف متوفره؟ زعما الا كان مثلا يتريني يزيد يطور راسو يخدم، يكون هو واحد لو ديفيرون على اللعابه الاخرين، يكون هو ما يكونش تابع، يكون هو متبوع. يعني اللعاب خصو هو براسو يفكر، يكون عنده هاد، يكون عنده الهدف ابا الفرقه، يشوف هو ككادر كبروفيل ديال اوروبا كده، يكون هو متبوع في المغرب. انا نعطيك واحد المثال، الا كنتي كتفرج في هذاك البودكاست اللي كيدير بوخريس. كان مع عبد السلام بن جلون. تفرجت في قال لي عبد السلام بن جلون، قال لي اللعاب المغاربه الشيء هذاك اللي كتلقاه فاش كان صغير عقلو سابق الصغر ديالو هو اللي كتلقاه ناجح في الاحتراف. وعطانا نموذج ديال نايف اغرد. سي فري. قال لك اللعاب راه عنده 17 18 ولكن كيفكر بعيد، راه غنمشي وخصني ندير وخصني ندير. وكل الظروف متوفره، يعني ماشي بحال زمان كان الامكانيات قليله وكانوا لعابه كبار، دازوا لعابه كبار والان دابا كيتذكروا بالخير وكيتجبدوا. علاش هو ما يكونش هذاك لو ديفيرون؟ وانا كننصح اللاعب المغربي يطور من راسو، لانه واحد الوقيته غيوصل فعاود ما يفكر انه يستثمر في راسو ويكون لعاب كبير يقدر يولي يريح، فعاود ما غيمشي يدير قهوه، حيت هذا هو الحلم. وهذاك لا ماشي الحلم، ماشي الحلم هذيك كتلقى الواحد اللي هذيك اللي ضمان المستقبل اخويا، اللي ضمان المستقبل. كيدير قهوه اوتوموبيل صافي، اوكي علاش ما يخدمش على راسو ويولي لاعب كيتضرب به المثال ويلعب في اوروبا ويدير ان كارير اللي غتبقى عليه وحتى الشباب تانسبيراو منه، فهمتيني ولا لا خويا مولاي؟ انا لخص هادشي اللي قلتها اخويا ايمن، ان اللاعب خصو يستغل هذيك 15 عام اللي غيلعب ولا 17 ولا في اقصى تقدير، خصو يستغلها. شكرا لك، الله يحفظك اخويا ايمن. مستمعينا الكرام، حنا ما حدنا كنتكلموا في الفوتسال، غنمشيو لكاس العالم. وشكرا سي وليد اسامه، قال لي واش المنتخب المشارك في كاس العالم الصالات تحت لواء الجامعه ولا من ابناء الجاليه؟ هو ليس تحت لواء الجامعه، هو تابع، هو بعدا اصلا مجموعه من اللاعبين ممارسين، ماشي كاين واحد الخلط الناس كيقولوا ابناء الجاليه المغربيه في بلجيكا، لا هما ممارسين مغاربه في الفرق البلجيكيه وفي الهولنديه كذلك تحت اشراف المدرب سمير الهوال. ومشكور سمير الهوال المدرب ديال هذا المنتخب هذا وهذا لا سيليكسيون هذه، اللي رغم فارق التوقيت كنا بغينا ناخذوه مباشره ولكن في الاخر ارتئينا ناخذ غير تسجيلات غير تصريحات جاوبنا على الاسئله ديالنا. فسمير الهوال سولنا على هاد جوج مباريات اللي لعبوا مع البرازيل، فازوا بخمسه لجوج، فازوا على الشيلي بسته لواحد بسبب اعتذار الهند، فالمجموعه بقوا فيها غير ثلاثه فهم ما لعبوش هاد الليله اللي دازت، دونك تاهلوا مباشره لدور الربع. سمعوا لسمير الهوال كيهضر على جوج ديال المباريات الاولى. اهلا بك سي منير، صباح الخير، اهلا بالمستمعين. الماتش الاولاني على برازيل، برازيل صحاحين زيروا علينا ماتش بريمير ميتو، بريمير ميتو كان فيزيك عاود ماتش نيفو عالي، دوزيام ميتو غلبنا عليهم فيزيك والتكتيك مو عرفناهم كيفاش كنلعبوا وغلبنا عليهم التكتيك مو. ماتش ثاني على الشيلي، احنا في الاول عرفنا الى الشيلي فيزيك مو صحاح وما عاود لعبوا على فيزيك مو، بغاو يغلبوا علينا بفيزيك مو، مي مع ماركاو الهدف الاول الدراري ديالنا ناضوا من النعاس و غير تماركا علينا الهدف الاول، بدلنا التكتيك مو، لعبنا عليهم بريسينغ، لعبنا عليهم بريسينغ ما بقاوش كيخرجوا من بريسينغ، تما تماركينا التعادل الاولاني الثاني الثالث، تما هما بداو كيجيو يبغيو بريسيو كيشبروا الريزيكو وحنايا ماركينا باقي الرابع والخامس والسادس. كانت هذه الحصيله ديال لي دو ماتش. موريسي قال لي هذا السيد باين فيه ريفي، تحيه ليه. لا ماشي ريفي، هو من ابناء الشمال، من ابناء بالضبط مدينه طنجه،
التواصل العربيه راه يلاه قال لك وليت كنهضر بالعربيه راه وليت احسن من حكيمي في العربيه سمير الهوال، وعنده فقط كتعرف ابناء المغاربه المقيمين في بلجيكا وهولندا، كاين الفلامانيا اكثر هي اللي هي اللي هي اللي طاغي عليهم. السؤال الثاني اللي سولنا سمير الهوال هو حول المستوى اللي لقاو في هاد الكومبيتيسيون في هاد لي دو ماتش، في انتظار التعرف طبعا على الخصم اللي غادي يكون في دور الربع. كيفاش شاف هو المستوى ديال هاد البطوله؟ حنا دابا اللي جينا للمكسيك هاد الكوبا ديال العالم فوتسال، في الاول عرفنا كان عندنا جروب صعيب مع البرازيل وشيلي معنا في الجروب والهند. ربحنا على البرازيل 5-2، درنا الكونفيونس تماك، ربحنا على شيلي 6-1، صافي دابا الكونفيونس عندهم الدراري. دابا راه حنا في الكار فينال، كار فينال نديرو مجهود ديالنا. كار فينال خسرتي كتخرج، ربحتي غتمشي للدومي دومي فينال. حنا دابا نعطيو كلشي اللي عندنا، نديرو مجهود ديالنا وان شاء الله باذن الله نطلعوا للدومي فينال. وعاود تماك عاود نيفو عالي بزاف فيزيكمون، الفرق ديال ساوث امريكا عندهم فيزيكمون قاصحين بزاف. دابا كاين الفرق اللي بقاو، عندك كولومبيا، اوروغواي، باراغواي، هذوك فرق صعاب بزاف، وهذوك هما اللي نتلاقاو معاهم دابا ان شاء الله في الكار فينال والدومي فينال، ونشوفو نزيرو معاهم وان شاء الله يكون ريزلتات مزيان. ان شاء الله يكون الريزلتات مزيان. غير هو نذكر بانه المباريات فهي غدا بشكل يومي. اوروزمون ان المنتخب الوطني المغربي ما لعبش مع الهند في هذا النهار اللي داز، دونك غيمشي مباشره لدور الربع، يلعب جوج ديال المباريات وغيمشي لدور الربع. نتمنوا لهم التوفيق لانه غتلعب ثاني مباريات متتاليه، ربع، نصف، نهائي، مباريات كتلعب واحد الريتم عالي. الكره تختلف على الكره ديال الفوتسال، هي ثقيله وصغر منها، يعني الكره صغيره، ثم على مستوى بعض القوانين، توش اللي كتلعب باليد ماشي بالرجل، ثم لا سيرفاس ديال حارس المرمى، ارجاع الكره للحارس، الى غير ذلك. كاين بعض التفاصيل الصغيره اللي كتختلف على الفوتسال العادي. مستمعي الكرام، نتمنى لكم تكونوا قضيتوا معنا اوقات ممتعه في حلقه اليوم. تحيه الاصدقاء كلهم اللي تبعوا معنا حلقة اليوم. نبيل الأسرة قال سمير الهوال كيعرف غير تكتيك مون فيزيك مون، راه الكرة دي الفوتسال راه تكتيك مون فيزيك مون، صافي الله يرحم عليها السي عبد الخالق اللوزاني اللي كان معروف بهاد العبارة. تحية لكل الأصدقاء، نتلاقاو إن شاء الله يوم الاثنين المقبل في حلقة جديدة من حلقات برنامج البطولة الساعة الثالثة باستوديوهات شدة اف ام. تبقوا على خير.